الناس في الوراق وإمبابة والهرم والمناطق المتوسطة والمناطق الشعبية بيقترحوا على الحكومة الجديدة أن يكون وزير التموين فيها هو كوكو أو الشاذلي، اختاروا واحد من الاثنين. فقعدنا ندور، هي الناس دي بتشكر في كوكو والشاذلي ليه؟ عملوا ايه كوكو والشاذلي؟ فاكتشفت ان انا اللي جاهل، وان زمايلي كلهم في المحور وبره المحور بيشتروا من كوكو والشاذلي. فتعالوا نشوف هذا الفيديو اللي هيقول لكم مين كوكو والشاذلي ونعرف عملوا ايه. انا مش بتاع بسم ولا بتاع حجاب، بس واعد قدام حد مني عرض رأس السنة بدل 5000، الله يبارك لك، ب4000 دمر الدنيا، 350 جنيه 4350، ومين يبيع زيك؟ مين 128 رماد 8 تليفون من الصعيدي، تليفون هيعدي شركة أبل بالظبط، شغال اهو كاميرا 50. بص هات الريلم 11 ابو 10000 جنيه النهارده، وقارن ده بده، وقارن ده في الاستخدام، ما تقارنش بالكلام. حصل. انا عمري ولا بتاع الكلام ولا بعترف بالكلام، انا كوكو بيغني عليكم بيضحك عليكم. ما تاخد التليفون في البيت تجربيه، هيبان بعد اسبوع تقيل بطيء سريع، تليفون محترم تليفون تعبان. هو انا لازم اقول لك انزلي هاتي تليفون ايفون ابو مين؟ اللي ظهر صوته الأخير واللي بيبيع بيحطم الأسعار تحطيما هو كوكو. كوكو وإيه؟ أندي إس. كوكو أندي إس، خلاها إنجليزي في الآخر. الشاذلي أنا آسف الصوت فيه مشكلة، لو الزملاء حلوها. الشاذلي مش بيبيع بصل، الشاذلي بيبيع ملابس وبيبيع أطقم بأسعار رهيبة تخضك، ويقول لك أنا ما بكسبش كتير، أنا ببيع لك الطقم بكسب في قطعة وما كسبش في التانية، أنا ببيع كتير واكسب قليل. يعني هي المشكلة في الأسعار اللي احنا بنشوفها، إن التجار بيبيعوا قليل وبيكسبوا كتير، أو بيبيعوا كتير في السلع الأساسية وبيكسبوا كتير، ولا دول بيعملوا إيه بالظبط؟ الشاذلي لما حس إن في أزمة في البصل وقعت قدامه بيعة زي ما بيشرح، وبيقول أنا اشتريتها وببيع الكيلو بتلاتة جنيه بخسر فيه بس عشان كرامة الناس. الله، ده لو وزير تموين بيدور على كرامة الناس بالشكل ده، لا ده الشاذلي ده يبقى وزير تموين كويس قوي. طب هل الحكومة ممكن تجيب دول ما تقبضش عليهم؟ لأن في إشاعات حواليهم كتير لأنهم بيبيعوا رخيص، فالمسألة بتشكك البعض، وقد تكون اتهامات باطلة وشائعات الهدف منها ان ما يبيعوش، بس الناس هتروح للأرخص. ايه اللي بيخلي الناس دي تبيع رخيص كده؟ ايه اللي بيخليهم يبقى عندهم منتج جيد؟ البصل اهو ب3 جنيه زي الفل. ايه اللي بيخليهم يبيعوا قليل ويكسبوا كتير؟ الناس بدأت تقول لهم ممكن تجيبوا لنا سكر، ممكن تجيبوا لنا زيت. بقول لكم على فكرة آلاف مؤلفة بتشتري من الشاذلي ومن كوكو أند إس. إحنا في أزمة السكر. صحيح أهل رمضان والمجمعات بدأت تعلن على إن كيلو السكر ب 27 أو ب 24، وكيلو الزيت وكيلو الرز ب 20 جنيه. لكن في باقي المحلات واللي إحنا بنروحها مفيش الأسعار دي خالص. وما نعرفش السيد وزير التموين كان وعدنا الدكتور عالم صلحي، وحاولت اتواصل معاه عشان يقول لنا هو ليه السكر غلي تاني وبقى ب50 و60 ومش موجود. مش احنا قلنا ان هي ازمه شهر، فرق ما بين الانتاج والاستيراد، والانتاج بتاعنا طالع، فالمشكله هتتحل في يناير. طب احنا في فبراير يا دكتور علي، ما هي المشكله الان؟
سؤال بكل أدب، ما هي المشكلة في السكر؟ ما هي المشكلة في الزيت عشان يتباع البتاع قد كده 2 كيلو ب 650 جنيه؟ ايه المشاكل اللي مخليه الاسعار بتنط النط الرهيب دي؟ بلاش اقول لكم العربيات في 3 شهور اقل عربيه زادت لها 800,000 جنيه. هو ايه اللي بيحصل؟ الدوله كتر خيرها دلوقتي بتبذل جهد في انها تطارد الصاغه الحراميه، تجار العمله. طب عايزين تجار السلع بالمره. اللي بيغلوا الاسعار بيغلوها ليه؟ احنا لسه ما لحقناش نشتري الدولار ب70 ولا نستورد. البضاعه موجوده في المواني منتظره الفرج، منتظره قرار من الحكومه. فايه اللي بيخلي ناس تعرف تبيع رخيص وبيكسبوا ويجيبوا محلات جديده دلوقتي؟ ربنا يفتح عليهم، قاعدين يكسبوا. يعني انت ممكن تكسب وتبقى زي الفل. في حاجه غلط يا جماعه، في حاجة غلط عند التجار، في حاجة غلط عند البياعين، في حاجة غلط عند الرقابة، في حاجة غلط عند الحكومة. لابد أن نعترف، ومش هنخبي راسنا أبدا ولا هندفنها في الرمل. لابد من حل المشكلة قبل رمضان. احنا مش هنقدر ندخل كده. أيوة التكافل والمجتمع، واللي قادر هيساعد اللي مش قادر، واللي نص نص هيساعد اللي ما معهوش خالص. هذه طبيعتنا، طبيعة المصريين. لكن لا يجوز إطلاقا إن احنا نضغط على الناس أكتر من كده. صحيح الزيادة جت في وقتها اللي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيادة كويسة تصل إلى 50% في بعض الأحيان، ولكن حتى الحد الأدنى 6000 جنيه أحسن من الأول، ويساعد شوية في التضخم، ولكن مش حل للمشكلة. لكن ستظل الناس تئن إلى أن تحل المشكلة. الوفرة والسلع المنطقية المعقولة، ربنا يستر. احنا بننتظر. معرض الكتاب اللي خلص يوم الاثنين اللي فات كان فيه مجموعات اطفال، التلات كان يوم ختامي يعني، كان فيه مجموعات اطفال بتتباع. مجموعة اطفال اسمها كتاب اسمه الصبر. الصبر ده ضمن سلسلة اسمها اخلاق المسلم، وهي أخلاق الإنسان. مسلم، مسيحي، يهودي، هندوسي، هي فكرة الأخلاق. القصة بتتكلم عن راجل متجوز واحدة. أخلاق الطفل المسلم. الراجل ده عصبي وبتنرفز على طول، ومراته بتعمل له الأكل ناقص مالها، وهو لفت نظرها اكتر من مره وهي مصره تعمل له الاكل ناقص ملح. طيب ايه المشكله يعني؟ لا، قال لها طيب انا هتجوز. قالت له ربنا يوفقك. راح جاب فستان العروسه. واضح من القصه اللي انا قريتها انه بيهوش بيضغط عليها. راح جاب فستان العروسه وحطه على سريرها في اوضه النوم، ونزل الشغل، رجع لقى ورقة في الفستان بخط ايد مراته. قبل ما اقول لكم الورقة، زمايلي هنا كانوا متحفظين على فكرة ان احنا نعلم اولادنا انه لما يغضب يروح يتجوز تاني، هو ده الحل يعني، مع ان ده مش الهدف من القصة. انا اختلفت معهم، قلت لهم انا شايف ان فيها جانب ايجابي، ما اعرفش رأي حضراتكم ايه. الجانب الإيجابي ما بانش غير بالورقة. الورقة المكتوبة كتبها الست بتقول لها يا عزيزتي، أو يعني زوجي عصبي شوية لأن عنده مرض الضغط، وده اللي مخليه عصبي، والملح ضرر عليه، فلو سمحتي ابقى خدي بالك. أهي كانت الرسالة تقول: أختي، أردت إخبارك أن سبب هذا الزواج هو أن طعامي، زواجها الثاني يعني أنه هيتجوزها، أن طعامي يخلو من الملح والمواد الحريفة الحراقة يعني، فزوجي مريض ويخاف من فكرة المرض، لذلك أخفيت عنه الموضوع حتى لا يشعر بالنقص،
لأنه عصبي وأخاف أن يضر نفسه، رجاء لا تضع الملح فهو يضره جدا. شوفوا قلب الست. أنا شفت الرسالة اللي هنا بتقول إيه، بتقول إن كل واحد فينا ما بيشوفش الحكاية غير من زاويته، فإذا روينا الحكاية بدون هذا الخطاب يبقى هنقول إن الزوج أخطأ، لأنه يجب أن يتعاون مع مراته ويساعدها ويشرح لها أكتر، لكن مش الحل إن أجيب زوجة تانية. لما نفهم الموضوع نكتشف إن الرسالة بتقول إن الست دي عظيمة، إن الست دي مضحية وموافقة إن جوزها يبقى سعيد، بس مش عايزة تقول له أنت مريض، مش عايزة تصدمه لأنه بيخاف من المرض، وبتحذر ضرتها اللي جاية وتقول لها خدي بالك والنبي ما تزوديش الملح وما تحطلوش حاجات حراقة لأنه هيتعب. لما الزوج أكيد قرا الورقة راجع نفسه قد إيه أنت ممكن تاخد قرار ضد حد وتبقى ظلمه ويتحمل ويسكت عشان بيراعي مشاعرك وانت فاهم انه سيء وانه غلطان. فاكر في فيديو لطيف قوي هو اجنبي بتاع حد بياكل بسكويت وحطه جنبه في محطة مترو او قطر بياكل، فاللي جنبه قاعد ياكل منه بيبص له بيقول لنفسه ايه الغلاسة بتاعت اللي جنبي ده، هو قاعد ياكل من بسكوتي ليه؟ والغريبة انه بقى بدأ يعزم عليه ويدوله البسكوت ويقول له اتفضل، فيقول لك كمان بيعزم عليا من بسكوتي، وهو مستاء جدا لحد ما خلصوا البسكوت الاثنين وقام مشي. اكتشف ان في الشنطه بتاعته البسكوت بتاعه ما طلعوش، وان هو اللي كان بياكل من بسكوت اللي جنبه. شوفوا قد ايه الدنيا ممكن حسب رؤيتك تبقى واخد موقف من حد وشايفه سيء جدا، وقد يكون هو بيعمل اللي في صالحك. عشان كده قبل ما تاخد قرار بص وروح الزاوية التانية وبص من مكان الآخر والتمس له العذر وفكر ايه اللي ممكن يكون دفعه لكده، ربما يكون هناك أسباب غير معلنة، فبالراحة ونفهم مش نروح نتجوز تاني ولا نبص البسكوت غيرنا. وبهذه المناسبة واحنا بنتكلم عن العلاقات الزوجية، امبارح احتفل الفنان محمود عامر بزواجه التاني. محمود عامر عنده 69 سنة، ممثل كلنا عارفين شكله اهو، اتجوز، هو منفصل عن مراته بقاله سنة واتجوز واحدة اصغر منه في عندها كام سنة مش مهم. الراجل ده تعرض لتنمر وهجوم شديد جدا، وكتب بيشتكي وزعلان من الناس اللي بتهاجمه بيقول لهم وانا عملت حاجة حرام، انا بتجوز انتوا مالكم، مال فرق السن. زوجته طلعت وقالت احنا منفصلين وده ابو ولادي، اتمنى له كل سعاده، هو ما عملش حاجه غلط، فانتوا بتتنمروا عليه عشان هو كبير وقرر انه يتجوز. لو صاحب هتحبوه، لو مشي في الحرام هيبقى لطيف. قبليه المخرج الكبير عمر عبد العزيز، عمر عبد العزيز فنان كبير ومخرج كبير واسم رائع، اتجوز وهو عنده 71 سنه. أنا ما تعرفوش مدى سعادتي لما بشوف الرسالة اللي بتيجي من حد بيتجوز في هذا العمر وهو وحيد. الحياة لا تقف عند عمر. ده الأستاذ عمر عبد العزيز. الحياة ما بتقفش عند عمر، والحياة يجب أن تعاش إلى أن يأذن الرحمن وياخد ودعته. الحياة لابد أن تعيشها حتى آخر لحظة، أن تستمتع بكل ما هو جميل. إيه المانع أن أتجوز؟ مش أنا، مراتي تذبحني، لكن أنا بشكل عام اللي بعيش لوحده وحب يتجوز لو عنده 100 سنة ولسه عايش يعيش، يجيب حد يهكعوا على بعض، إيه المانع؟ يجيب حد يقضي معاه أيام حلوة حتى لو كانت أيام قصيرة، ربنا يديهم جميعا العمر. لماذا نحن نتنمر على كل شخص بيعمل الصح؟ عشان الصح من وجهة نظرنا احنا اللي بنحدد مين يتجوز مين ومين يبقى فرق السن قد ايه او عمرها قد ايه او عمره قد ايه. لو ست عندها 70 سنة وقررت انها تتجوز نقول لها مبروك، الله عليك، يا رب تسعد، ويلا روح العبوا رياضة مع بعض. الحياة لا تقف عند عمر، طالما انت قادر واقف على رجلك ولقيت حد يقبل بظروفك ويشاركك الحياة حتى تنتهي
فأهلا وسهلا علينا أن نقول مبروك عقبال البكاري وزغروتة حلوة. نبدأ حلقة مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من مع خيري. النهارده الحد 11 يناير فبراير 2024. في حكايه بتلاحق عليا حكاها لي صاحبي ده مصري فرنسي متجوز، كان متجوز وانفصل عن زوجته الفرنسيه، خلف 3 اولاد، عنده ولد صغير عنده 16 سنه وعنده بنت في كليه هندسه وابنه بيشتغل بيدرس في بيزنس او حاجه كده، يعني 2 في جامعات وواحد في كان في المرحله الاعداديه. مجموعه ما دخلوش مدرسه كويسه، بمعنى هناك بتبقى في اشتراطات لها علاقه بالمهارات وخلافه. فابن الصغير فضل مزمزق ورافض يدخل حاجه مش حاببها وقاعد في البيت، ثم قرر انه يدرس كهرباء. يدرس كهرباء بياخد حاجة في الدراسة كده لمدة 6 شهور، إذا احتاج كورسات أخطر بياخد وبيسجل نفسه ويشتغل في الكهرباء، يجيب 2 معاه ويفتح شركة، رغم إن أبوه كويس ومقتدر لكن بيشجعه على ده لأن المناخ في فرنسا يسمح بده. ابنه التاني كان بيشتغل في الصيف، فالشركة اللي بيشتغل فيها وهي شركة كبيرة قالت له احنا عايزينك معانا على طول، ممكن تخاطب الجامعة وتقول لهم ان احنا بنعرض عليك، ودي جواب بنعرض عليك انك تشتغل معانا، هل الجامعة ممكن تساعدك ازاي؟ شوفوا طريقة التفكير والربط ما بين المجتمع وما بين الجامعات. فالجامعة درست الموضوع وردت عليه قالت له احنا موافقين، هنضغط لك المواد بتاعتك في 2 بس تيجيهم، لازم تحضر 2 دول وهنعملهم لك في وقت مبكر علشان تقدر تشتغل. التشجيع من الجامعة على انه يقدر يشتغل. على فكرة حصل مع البنت صابرينا نفس الشيء، وبدأت تشتغل وهي بتدرس، عاملة مشروع للتدريب وهي طالبة، خدت كورسات وهي طالبة بتشتغل وبتجيب دخل، وفادي بياخد 3000 يورو في الشهر دلوقتي وهو بيشتغل ويدرس. هذه العقلية وهذا التمازج ما بين الطالب والوظيفة والجامعة ده شيء مهم جدا لازم نفكر فيه، لأن هذه العقلية هي اللي بتدفع أولادنا إنهم يعتمدوا على نفسهم ويفكروا. احنا قاعدين نشتكي طول الوقت، ما ندي فرصة للأولاد من هم بيدرسوا ويشتغلوا والجامعات ترد وتوفر لهم إمكانيات أفضل. فرنسا مش يعني تعداد سكانها قريب من تعداد سكاننا يعني، فما المانع إن احنا نفكر بطريقة مختلفة؟ مجرد فكرة. ما زال الحديث عن غزة والتهديد الإسرائيلي الغاشم وتهديدات نتنياهو بضرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. العالم العربي كله بيدين، مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، الجزائر، كله بيدين، لكن نتنياهو ودن من عجين ودن من طين. وزارة الخارجية المصرية طلعت بيان واضح وحاسم وحد عن رفضها الشديد، بتقول إنها بترفض بشدة تلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيع المستوى بالحكومة الإسرائيلية، وطلبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية اللي بتأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني، لأنها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. هيروحوا فين تاني؟ هيدخلوا مصر، يدخلوا مصر زائرين بلدهم، يدخلوا مصر مهجرين قسريا، لأ، ومصر قالت ده، ومصر بني سور من زمان يمنع تهريب أي شيء، كل شيء لازم أن يكون طبيعي ردا على المزاعم الإسرائيلية اللي تقول
ان في سلاح اتهرب من مصر، سلاح اتسرق من عندكم انتوا عارفين، الصواريخ بتاعتكم اللي ما فرقعتش هم اللي خدوها واشتغلوا عليها. مصر بتناشد مره اخرى الضغط لادخال المساعدات، لازم يبقى في موقف تجاه اسرائيل. الخارجيه ببيانها اعتبرت ان استهداف رفح واستمرار انتهاج اسرائيل لسياسه عرقله نفاذ المساعدات الانسانيه بمثابه اسهام فعلي في تنفيذ سياسه تهجير الشعب الفلسطيني وتصفيه قضيته في انتهاك واضح لاحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده ذات الصله، اذ لم تتدخل الدول العظمى الداعمه لاسرائيل وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والمانيا وفرنسا، إذ لم يمارسوا ضغطا حقيقيا على إسرائيل، فالمنطقة راحت منطقة أو وهتوصل لمرحلة سيئة جدا. هذه المرحلة السيئة قد تؤثر علينا، وقد نضطر إن احنا ندافع عن أرضنا، وقد نضطر إلى النظر في معاهدة اتفاقية كامب ديفيد. حاجات كتير ممكن تحصل. مصر بتستخدم كل الأسلحة للضغط على الإسرائيل، على إسرائيل، لكن هل يا ترى مصر لوحدها كفاية أمام رئيس وزراء لا يرى لا يسمع وعندما يتكلم يتكلم هراء؟ هل مصر تعتمد على أمريكا مع رئيسها المغيب الذي لا يجيد إكمال جملة ولا يميز ما بين الهواء وبين الماء؟ نحن العالم في أزمة حقيقية، العالم في حالة خرف تتماشى مع الخرف الأمريكي. النهاردة كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كانت في دبي للمشاركة في المنتدى المالي العربي، قالت إن مصر والأردن والمغرب نجحوا في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم وتوجيه اهتمامات أكبر للفئات الأكثر احتياجا. تمام، هي اتكلمت في ملفات كتير تخص الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، لكن خصت مصر في حديثها وقالت إن الصندوق يعطوا أولوية في برنامج قرض مصر إلى استهداف خفض التضخم لأن آثاره مدمرة. وقالت على هامش المنتدى لتلفزيون الشرق إن الصندوق يسعى لإعطاء جرعة ثقة لاقتصاد مصر، جرعة ثقة لاقتصاد مصر، ونحن في المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية خلال أيام أو أسابيع قليلة. مديرة الصندوق أشارت أيضا إلى، بتقول نعرف صعوبة الظروف الاقتصادية في مصر، فقد تلقت عدة ضربات متلاحقة، بدأت بكوفيد 19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا الحرب في غزة. وقالت إن السلطات المصرية التزمت باتخاذ إجراءات صارمة وأنا ممتنة لهذا الالتزام منذ بداية البرنامج. وقالت إن مصر عرضت تأمين حزمة حماية اجتماعية أعتقد لها علاقة بما قرره السيد الرئيس من زيادة الرواتب مع ضمان عدم رفعها لمستوى التضخم، وطالبت بإعادة بناء الاقتصاد الكلي وتعزيز نشاط القطاع الخاص لتوفير مزيد من الوظائف وخلق مزيد من الإيرادات، والمهم اتباع سياسة سعر صرف مرن وليس تعويم. الصندوق بيقول أنا عارف أن مصر ما ينفعش فيها تعويم لكن لازم يكون سعر مرن. إيه الفرق بين الاثنين؟ عايزة تقول إيه من تصريحاتها دي؟ خلونا نفهم مع الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بنكلمه هو في الامارات، بنشكره جدا الدكتور سمير. مساء الخير. مساء النور يا خيري على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. وحضرتك بصراحه عملت مقدمه رائعه لما يحدث في العالم من ازمات اقتصاديه. ربنا يخليك يا دكتور سمير. دكتور سمير خلينا ابتدي بالاخر، الصندوق او مديره الصندوق بتتكلم على اتباع سياسه سعر الصرف مرن وليس تعويما، يعني ايه؟ ايه الفرق بين السعر المرن والتعويم؟ ده سؤال مهم جدا. ببساطة أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي لها ثلاث طرق. في دول رابطة
سعر صرف عملتها مع عملة الدولار زي دول الخليج أشهرهم يعني السعودية والإمارات والبحرين وقطر. فبيكون هنا وقطر ودول أخرى يعني أي. ده بيكون سعر ثابت أو معامل ثابت. بنقول إن الدولار الأمريكي بيساوي 3.65 مثلا بالنسبة للدرهم الإماراتي، خلاص بيعلى الدولار بيعلى معاه عملة هذه الدولة وبيقل بيقل، فده ربط مباشر. بس بقاله سنين طويلة وهو ثابت على السعر ده، بتحرك تحركات لا تذكر لا تذكر، لان هو اوريدي مربوط بعمله الدولار. تمام. هو بيبقى عمله هذه الدوله مربوطه بعمله الدولار، وسياستها النقديه في طباعه العمله او رفع سعر فائده او اي سياسه بتتخذها هذه البنوك المركزيه مرتبطه بالفدرالي الامريكي في قراراته. نعم. يعني لو الفدرالي رفع 1% في الفائده، تاني يوم تلاقي هذه البنوك بترفع 1% في الفائده والعكس بالعكس. تمام. ده دي مدرسه. في مدرسه اخرى سياسه التعويم الكامل. التعويم الكامل ان انا بترك عمله هذه الدولة مرتبطة بالعرض والطلب، بالفائض عندهم من عملة الدولار، ويقدر يسعر كل يوم سعر لهذه العملة. نعم. وده عمره ما حصل في مصر. السياسة الثالثة التعويم المضار أو كما يطلق عليه سعر صرف مرن. أي. هنا البنك المركزي في الدولة، وده الحالة بتاعتنا المصرية. أي. هو اللي بيحدد سعر صرف عملة الدولة، عملة الجنيه المصري مقابل سعر الدولار، وبيقدر يحمي السعر ده بتوفر العملة لديه. فلما يجي أي مستورد أو مصنع أو أي أحد بيحتاج الدولار، بيذهب إلى البنوك بيطلب بسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي، بتوفر له العملة. فده سعر مرن أو سعر تعويم مضار. احنا في مرحلة في مصر كنا عندنا الأزمة دي، حصلت في 2015 وكان في سوق موازي وكان في مشكلة، تم اتباع سياسة سعر صرف مرن وتحركنا وقتها لو حضرتك تفتكر، والناس قالوا عليه تعويم، وقلنا يا جماعه ده ما اسموش تعويم. فضل من 16 لحد 22، يعني 16 ل 22 سنين. تمام. وكانت في الوقت ده ما عندناش لا ازمه سعر صرف ولا سوق موازي، والدولار متوفر، وسياسه نقديه كانت ممتازه الى ان حدثت الازمه الضخمه في حرب روسيا واوكرانيا وخروج الهوت ماني، وايضا رفع الفدرالي الامريكي للفايده بمعدلات غير مسبوقه. تمام. فسحب الاموال الساخنه من الدول اللي زينا، من كل الدول الناشئه، واحنا كنا منهم. ده بيعمل ارتباك في سعر الصرف، لان ما بيبقاش فيه توفر للدولار لدى البنك المركزي يقدر يغطي احتياجات الدوله. تمام. فاحنا كنا عندنا حلين، اما ان انت حضرتك بتتبع سعر صرف مرن كل فتره بترفع سعر الدولار، وده عملناه 3 مرات في العامين السابقين، ولكن انت في مرحله معينه ما تقدرش تكمل في الاتجاه ده، لان مفيش توفر للدولار، فهضر شرائح كثيره من المجتمع. سعر المواد البتروليه، السلع الاستراتيجيه، كل المواد اللي بتوفرها الدوله بتوفرها بتحطها في الموازنه بالسعر المعلن من البنك المركزي. نعم. النهارده صندوق النقد كان بيطلب تعويم، لما اتشرح لي بشكل محترم وعلمي اضرار هذا التعويم، وان انا اترك السعر للعرض والطلب دون توفيره لدى البنك المركزي هيعمل أزمة كبيرة وهيضر شرائح كثيرة من المواطنين، وإن ده قرار مصر، ومصر صاحبة السيادة في تحديد قرارها. اقتنعت مؤخرا وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في آخر اجتماع في الكوب 28 في دبي، وكان مقابلتها مع فخامة السيد الرئيس، وبدأت المؤشرات الإيجابية وصورة ولسان صندوق النقد تجاه الاقتصاد المصري تتغير بالكلية. نعم. ومع ما يحدث في غزة ودور مصر اللي كل العالم بيشيد بيه، دور حكيم محترم بيساهم إلى حد كبير إنه يقلل من حدة هذه الأزمة، وإنه يحاول على حلها مع الكيان الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، فبدأت تتكلم بلهجة أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد المصري ودعمه، وبدأت تقول سياسة سعر صرف مرن وليس تعويم. نعم. هو هنا ده الفرق، إن أنا النهاردة لما يتوفر عندي كمية محترمة من الدولار فيما لا يقل عن 10 مليار دولار كاش لدى البنك المركزي المصري، أقدر أخد إجراء في تحرك يكون بسيط ولا يضر بالسلع الأساسية. طيب. وما يغيرش في المالية العامة للدولة بشكل يكون طيب صعب. هو الجزء ده دكتور سمير خلينا استفيد من علمك، يعني الجزء ده بيشغل بال ناس كتير، لما بقعد مع رجال أعمال وبقول لهم إن الدولة لما بنسمع منها في لقاءات خاصة ان في دولارات هتدخل وان في مشروعات هيتم التعاقد عليها زائد قرض الصندوق زائد القرض اللي هيجي من بعض المؤسسات الدولية الاخرى بدعم من الصندوق،
هيبقى عندنا مبلغ وليكن 20 مليار. بيقول لك لو انت حاولت تغطي السوق وتغطي الاحتياجات انت كده ما سددتش الديون، قد ايه ممكن يدخل لك دولارات عشان تشجع استثمار او تعمل تسمح باستيراد المواد اللي بتستخدم، المواد الخام او المداخيل الصناعه، فالفلوس راحت، هتعمل ايه بعد كده؟ لا ده مردود عليه يا استاذ خيري، لان الاقتصاد والاستثمار ما بيمشيش بالطريقه دي خالص. ليه؟ انا حضرتك لما بيدخل لي فريش كاش انجكشن في اي مؤسسه او اي دوله، هنا اداره الدوله لاستغلال هذه الموارد والكاش مش مجرد ان دخل لي 20 مليار فبروح اغطي احتياجاتي واديها للمستوردين يدخلوا بضاعه ويخلصوا وارجع تاني، ده نظره ضيقه، او ان انا اسدد بيها ديون وخلاص. لا، دخول استثمار اجنبي دي عجله، مجرد ما بتتحرك عجله الانتاج وعجله دخول الاستثمار الاجنبي بتكون بتفتح شهيه مستثمرين اخرين. نعم. انا لو ظبطت سعر الصرف وحدت السعر، انا بقول لحضرتك في مستثمرين كتير جدا بعد ما قامت به الدوله المصريه من بنى تحتيه ونقله ضخمه، وده بنسمعه واحنا بنقابل رجال اعمال ومستثمرين من كل الجنسيات، الناس عندها شهيه مفتوحه للدخول الى الاستثمار في مصر. نعم. وفي القطاع السياحة، في قطاع الصناعة التحويلية، قطاع التعدين، في قطاعات مستهدفة بعينها، مش بس نعم. مجرد الترويج عن مشروع أو اثنين، لا هناك مشروعات كثيرة جدا، ناس بتفكر في استغلال السيليكا والرمال البيضاء في مصر، مصر تكون هب لصناعة البطاريات بتاعة العربية الكهرباء في المستقبل، لأن احنا عندنا الخامة من أعلى نقاوة في العالم وأشياء أخرى كثيرة. فأنا مجرد النهاردة عندي مشكلة حلها وعلاجها ببدأه بان انا ادخل الانجكشن بتاع الفريش ماني واسهل على الناس الاستيراد، اوحد سعر الصرف، يدخل هنا بقى متابعه القائمين على الاستثمار الخاص في مصر، دخول مستثمرين اخرين، زياده صادراتي، وابدا اشتغل على الشورت تيرم والميديوم تيرم، الزمن السريع احل المشكله الانيه وابني عليها حلول للفتره المتوسطه القادمه، واخرج تماما من مشكله الدولار في المستقبل، يبقى عندي صادراتي بتغطي على الأقل كل احتياجاتي الدولارية. نعم. طيب دكتور سمير، بما أن حضرتك مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي في الحوار الوطني، والسيد الرئيس كان أعلن قبل كده أن يكون الملف الاقتصادي هو المحور الأول والأهم في الحوار الوطني، وأعلن ده الأستاذ ضياء رشوان بالأمس، هل تعتقد أن الأزمة لسه محتاجة حوار ومحتاجة مؤتمر نتناقش فيه ومحتاجة آراء تطرح، ولا المشكلة واضحة وعايزة حل لأن عملنا مؤتمرات قبل كده لم نرى لها نتائج؟ ده سؤال كويس جدا يا أستاذ خير. أنا في رأيي وفي تقديري ومن خبرات كثيرة في التعامل مع كثير من الدول وكثير من المستثمرين، وشفنا تجارب ناجحة كتير حول العالم، الحوار حالة يجب أن تستمر. نعم. الحوار والمؤتمرات ليست تأتي في مشكلة وتنتهي، بالعكس، ودي فلسفة وعبقرية الحوار الوطني والدعوة اللي عملها السيد الرئيس لي، إن أنا يبقى عندي دائما كل أصحاب المصلحة من رجال أعمال، من مستثمرين، من أساتذة جامعات، من أحزاب سياسية، خبراء في طاولة، والطاولة دي اللي بيتناقشوا عليها تحت مظلة من أعلى رأس في الدولة هو رئيس الجمهورية، والأفكار تطلع دائما والحكومة تشوف الأفكار بتقول إيه، وإحنا شغالين بارلل الدولة. نعم. بأجهزتها بحكومتها بتنفذ اللي تشوفه معتبر ومقدر من هذه الأفكار. النهاردة الحوار الوطني في مرحلته الأولى توصياته زي ما قرر امبارح دكتور ضياء رشوان ليها برنامج تنفيذي مع الحكومة، في 3 شهور مدة تنفيذ، في 6 شهور في بدأت بالفعل قرارات تنفيذها على الأرض. فيما يخص لجنة الاستثمار الخاص، في حاجات الناس بدأت تلحظها وتشوفها، وإن شاء الله القادم هيكون فيه مؤشرات وهنعلن تباعا القرار ده يا جماعه اللي اتناقش، وده كان راي كل الناس المجتمعه في الحوار وراح للحكومه والحكومه بتطبقه. نعم. لما نيجي في المرحله دي ونعمل الفكره للحوار الاقتصادي تحديدا ونحط المشكلات الانيه والحاليه على الترابيزه ونقول افكار ونطلع ونسمع كل الاراء، هنا دور التنفيذ بقى، والرئيس اشار اليها في اخر خطاب لي ان احنا الافكار موجوده وبنسمع لكل الافكار، تنفيذ الافكار احيانا بيحتاج متابعه في التنفيذ، ويمكن ده الجديد في المرحله الثانيه من الحوار واعلن عنه دوله رئيس الوزراء،
النوت ده توجيه لكل الحكومة تتابع وتبقى حاضرة، ومن يدعى إلى جلسة من جلسات الحوار الوطني ينفذ فورا ويكون موجود داخل الحوار. كانوا مشاركين بالفعل في المرحلة الأولى، نعم، ولكن التمثيل بتاعهم في المرحلة الثانية هيكون أكثر وهيكون في أعلى مستويات، أعلى من المشاركة، تصل إلى حد الوزراء. نعم. فالحوار مطلوب، وإن شاء الله رب العالمين. أنا بقول دايما الاقتصاد المصري يا جماعة اقتصاد كبير جدا، اقتصاد متنوع، اقتصاد ضخم، مصر دولة كبيرة، ولازم الناس والشعب المصري وكلنا يبقى عندنا الأمل في ده وبنشتغل على ده، واللي تم في العشر سنين الماضية إنجاز غير مسبوق يتبني عليه. أيوة فورا. وتبقى اللي بنحصل معانا النهاردة مجرد مرحلة من مراحل بناء دولة ضخمة، دولة اقتصادية متقدمة وجمهورية جديدة، وهيحصل قريبا إن شاء الله بإذن الله يا رب. نتمنى كل الخير لمصر. بشكرك جدا دكتور سمير صبري من الإمارات، كان معنا من الإمارات عبر الهاتف، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني. اللعب في دماغ المصريين مش راضي يقف، في مزاج المصريين مش راضي يقف. يا جماعة الأسعار معاك نينانا، يا جماعة هي كوباية شاي ومعلقة سكر حتى دي ما عدناش عارفين نشربها، يا جماعة السجاير غلت مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومش موجودة. يجي النهاردة فيليب موريس مصر ويرفع السجاير، ومش مش مش رافع قليل يعني، ده انت بتتكلم من 8 ل 11 جنيه. 11 جنيه في علبة السجاير زيادة مرة واحدة، احنا كنا بنزودها 50 قرش وجنيه زمان. 11 جنيه وهي كانت زايدة ومش موجودة على فكرة، يقول لك السعر عليها يا فرحتي. الكيو ار كود محطوط والسعر عليها، طب دور عليها يا سيدي، ده بتتباع زي المخدرات. طب وإيه اللي غصبنا؟ ما تيجي نبطل سجاير. طب بقول لكم ما تيجي نبطل شهر، نجرب نفسنا شهر، نريح الرئتين، ناخد نفس حلو، نتمشى شوية، نمضغ لبان ذكر مكان السجاير، ولما تتعب حط القلم في بقك كده وهنتعود. هما 3 أيام الأوائل، واشرب مية كتير، بس أنا بطلت سجاير كتير قوي، كل مرة كنت بقعد سنة 9 أشهر، وتيجي العكننة وحد يقول لي خد سيجارة أروح راجع. فما تيجوا نبطل سجاير، الصحة هتبقى فل، وهنعلمهم يحترمونا وما يعلوش الأسعار كده، وعايزين يعلوها يعلوها، يشوفوا مين اللي هيشتري. انتوا عارفين لو 50% من اللي بيشربوا سجاير توقفوا الشهر، الشركات دي هتحترمنا قد إيه؟ وساعتها يا سيدي إذا حسيت إنك ارتحت، صدقني مش هتبقى طايق ريحة السجاير بعد 3 أيام بالظبط، بس حس إنها شياط. فما تيجوا نبقى مجبرين، لأن العلبة لما تبقى ب 85 جنيه وفي ناس بتشرب علبتين وثلاثة، طب علبتين 170 جنيه يعني 200 جنيه يعني في الشهر 6000 جنيه. ليه؟ ده انت بيتك وعيالك وصحتك وكحتك ودخان بيطلع في الهواء، وقاعدين نحرق ورق وزفت وقاط ايه؟ لو وعدتوني وقلت لي يلا نبتدي مع بعض انا كمان هبطل معكم، مع ان انا بشرب بتاع قد كده 3 تنفاس يعني، ومع ذلك ابطلها، بس وعدوني نجرب كده يلا نعملها، مش هندخل، مش احنا كده هنشتري صحتنا وبناقص. خلونا نفهم هو ايه اللي حصل مع الاستاذ ابراهيم امبابي رئيس شعبه الدخان والسجاير باتحاد الصناعات. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا. اهلا بيك خير بيك. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني بعد المقدمه اللي حضرتك قلتها ما عادش في كلام، يعني نبطل سجاير فعلا؟ انت رئيس شعبه لكن تنصحنا نبطل سجاير ولا لا؟ بص يا خير بيك، انا دايما بحترم اللي بتحاور معاه وبحترم ذكاء المشاهد اللي قدامي. نعم. كان في زياده؟ اه كان ممكن يبقى في زياده، بس 16 جنيه لا، ده هي كلها كل منتجاته زودها 11 جنيه. آه. لا دي مبالغ فيها. ولو هو حتى مش اذكياء، المفروض عايز يوصل لل 11 يعملها على مراحل، والمفروض خاصه ان السجاير لسه زايده ما فيش شهر شهر ونص. يا فندم انا بتكلم، انا رئيس شعبه ومستهلك طبعا، وانا حلقه الوصل ما بين الشركات كلها. ايوه، ولكن هم ما عندهمش حس حتى وطني. المفروض انت شايف الدنيا ولعه. ايوه، هتزود ما تزودش 11 مره واحده، زود على مرحلتين. ايوه، هي انا اتفهم كصانع، اه في نولون زاد، في مستلزمات انتاج زاد، مفيش دولار متوفر، يعني خلينا بص انا على ارض الواقع، انا وانا بتحمل مسؤوليه كل كلمه،
قرارات من 22 شهر من يوم 24/2/22 هي اللي خلت الوضع كده. كلها قرار غلط طلع الغاء عمل الغاء التحصيل بالمستندات الاعتمادات المستنديه، الدولار هرب، الدوله مش ما بين رحيل كفاية الراحه، كفاية الراحه مش قادره يتعوم، المستثمر عايز يتعوم عشان يقدر يحط فلوس. انا النهارده كصانع ازود تصدير ازاي خيري بيه وانا الماده الخام عندي مش موجوده؟ يا جماعه خلينا واقعيين، احترموا ذكاء الشعب، احترموا ذكاء الشعب. انا النهارده حضرتك عايزني ازود تصدير، انا مستعد ولكن وفر لي الخامه يعني في حلول. خيري بيه عايزني اخلف، جوزني. حضرتك انت عاصرت 2006 2007 الدكتور يوسف بطرس غالي لما حصلت الدوراره، عمل ايه يا جماعه؟ اقروا التاريخ. قال رجع الانتر بنك، قال لك الصرافه ما تبيعش لحد، تبيع للبنك. ثانيا قال انا مش عايز منك دولار، اديني مصر وانا اوفر لك. النهارده التحويلات الخارجيه لو سعر البنك مجزي كل التحويلات اللي هربت طبعا امن الف مره انها تدخل للبنك. يا خيري بيه انت راجل وطني وبتحب بلدك زي ما انا بحب، زي طبعًا. انا النهارده تعبان عليا ال 11 جنيه، لا 11 جنيه كتير ومغالى فيه، مغالى فيه. وبعدين هيبيعوها في السوق السوداء بكام؟ ما احنا مش لاقيين اساسا. يا سلام عليك، انت جبت بقى مربط الفرس. حضرتك انا ناديت بقالي سنه يا اهل الخير اقلبوا الهرم التوزيعي، المشكله التجار بتخزن البضاعه فالسوق بيتعطش فبتتباع بالسوق السوداء. هي كانت السوق السوداء 85 ايوه تمام، كانت السوق السوداء هو رفعها، هو الشيء الايجابي بس فقط لا غير في هذه الرفعه ان الدوله هتاخد نص ال 85 ما كانتش بتاخدهم، كانت بتاخد على الاساس اللي هو كان 74 أي. لا الدوله هتاخد 5 جنيه ونص. ولكن انا مع لو انا في ايدي القرار لا ال 11 جنيه جنيه كتير، لا كتير. طب تنصح المستهلك بايه؟ تنصح المستهلك بايه؟ وانا عارف انه سؤال صعب. انا اختلف مع حضرتك في حته واحده، اللي بيدخل ما فيش اكتر من حاطط على العلبه التدخين يؤدي للوفاه. طبعا انا كاتب كده، التدخين يؤدي للوفاه، يسبب السرطان يعني بيعمل كل حاجه. ما فيش ده مش سرطان بس، ده بقول له انت والتراب على طول والناس بتجيب، ولكن بيشربها. ايوه التدخين مسؤوليه كل مدخن، ما بنقولش لحد يدخن هو ما بنقولش لحد بطل، ولكن انا بقول له بطل. انا مستهلك، انا أيوه. مستهلك انا كمان. ايوه انت حضرتك لفت حته في كلمه اللي يفهمها يقول لك الشاي والسكر والسيجاره. ايوه هي ده مزاج المصري. لو ما الراجل بيقطع من قوت بيته ويروح يشتري علبه سجاير طبعا ويدوخ عليها. فانا النهارده انا بناشد يا فليب موريس، انت رفعت ب 11 وليس عليك رقيب، ماشي يا عم، بس انت بقى تتحمل مسؤوليتك ووفر المنتج لكل كشك. ايوه لازم يتحمل مسؤوليته. خلاص انت جبت التكلفه بمكسبك، عايز ايه؟ عايز ايه؟ وصل لي المنتج بقى، تتحمل مسؤوليتك. انت لازم تتحمل مسؤوليتك، انت النهارده تعتبر الشركه الام، وتعتبر انت الموزع، وتعتبر انت المصنع، ودخلت في الشرقيه للدخان 30%. لا تحمل مسؤوليتك بقى. طب مسؤوليتك وان ما تحملهاش نعمل ايه؟ ما تحملهاش نعمل ايه؟ ما نحملش ايه؟ ما تحملش المسؤوليه. ما هو لو ما تحملش فين بقى الاجهزه يا فندم؟ وانا يوم الناس رحت تشتريها ب 100 جنيه يعني بسعر البنك 3 دولار ونص. طب هتعمل ايه؟ طب معلش انا النهارده حضرتك انت مستهلك وانا مستهلك. حضرتك انا ولذلك انا بناشد الشركه اهو بقول له اذا سمحت تحمل مسؤوليتك، وفر المنتج. انت زودت قلت علشان انت بتكسب، طب انت دلوقتي بتكسب ولا لسه عندك خساره؟ لا انت استطعت 11 جنيه مره واحده، المفروض كان تاخدهم على مرتين، انت خدتهم مره واحده. اذا سمحت تحمل مسؤوليتك تجاه الشعب وتجاه الحكومه اللي ادت لك رخص التصنيع وادت لك كل حاجه، تحمل مسؤوليتك بقى. لان لو تم وجود عجز في هذه الاصناف المسؤول الاول قدامي وقدام الشعب وقدام الحكومه هي الشركه، مش حد تاني. مش التموين ولا مباحث التموين ولا التفتيش والضبطيات ولا الكلام ده. ما هو طب ما هو اقول لك على سر خيري بيه. انا قعدت مع اللي هو فتح الله
الراجل ده المده اللي فاتت مدير مباحث مساعد وزير الداخليه مباحث تموين اقسم بالله رجالته كانوا في الشوارع في عز الحرب. بس هيجيب رجاله بعدد الكشاك والمحلات منين؟ لا هي مش كشاك يا هاد، لا لا حضرتك، هو بس لو الشركات التزمت وسمعت كلامي لما قلت لها اذا سمحتوا اقلبوا الهرم التوزيعي، ما تديش للتاجر 100 كرتونه اديله 20 وال80 نزليهم طب بنزين وطنيه، مش معقول هتخبي ولا ادفع بسعر طبعا. تمام، اديني وزع انشر المنتج، لما المنتج يتنشر اللي مخزن بضاعه فوق هيطلعها غصب عنه. يا سلام. بس هي دي انا بقول الحلول، ما حدش سمع. رحنا قعدنا مع ابراهيم بيس جيني رئيس حمايه المستهلك وجبت الشركات وقال لهم اذا سمحتوا اديني يوميا بيعكم، بتبيعوا لمين؟ عشان انا اقدر يوم بوظيفته يحمي مستهلك. ولكن حماية المستهلك دي كمان عايزة فكرة، لازم يبقى عندهم موظفين، لازم الشركات وأصحاب المصانع وفكرة صديق يدفعوا مبالغ علشان نوظف ناس في حماية المستهلك. 89 على مستوى الجمهورية يعملوا ايه؟ ده حضرتك من قيمة يومين هو اللي نازل بنفسه رئيس الجهاز طبعا مسك مخزن في سكر وفي زيت وفي حاجات من دي. يعني بص يا خير بيه، انا ليا مبدأ. نعم. من أمان العقاب سأل أدب. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذ إبراهيم بابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات. طبعا هو ما ينفعش يقول بطلوا تدخين، بس أنا ينفع أقول أنا بقول لكم بطلوا تدخين، تعالوا نجرب نقاطعهم شوية، احنا داخلين على رمضان كده كده هنصوم، واللي بيقعدنا لحد الفطار بدون دخان يقعدنا الكام شهر دول. طب نروح لحاجة ترطب القلب. منذ أيام قليلة انتهى مولد الست السيدة زينب، الحدث الكبير الليلة الختامية بيحضرها مئات الآلاف من المصريين، بيجوا من كل حد وصوب من كل مكان في أرض مصر بيجوا للست السيدة الطاهرة اللي لها تجليات كبيرة في وجداننا جميعا ولها معزة خاصة. في المناسبة دي استوقفتنا قوي صورة نشرها الفنان ياسر صادق، الفنان الكبير ليه صورة وهو في مولد السيدة زينب أثناء خدمته في المولد وهو بيوزع الأكل على مريدي السيدة وأحبابها. الأستاذ ياسر صادق ليه قصة طويلة مع السيدة زينب، يقدر نعرف إن في كتير من نجومنا من أحباب الست وبيروحوا بيجدوا سعادتهم في خدمة الناس، في خدمة المريدين. دعوني أرحب بالأستاذ ياسر صادق واشكره وحييه على اللي بيعمله. أهلا وسهلا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا خيري بيه، السلام عليك. طيب وحضرتك بخير وسعادة، صورتك كانت مؤثرة جدا وانت في مولد السيدة زينب وانت بتخدم الناس كده بحبة وبساطة وتواضع. شوف يا خيري بيه، يعني ده شرف ما بعده شرف. صحيح عقبالنا. يعني أنا الحمد لله ممثل ومخرج وكنت وكيل وزارة الثقافة. نعم. أعلى منصب وأعلى شرف خدته في حياتي إن أنا خادم أحباب ستنا السيدة زينب. ما شاء الله. أنت أعلى منصب هقابل بيه ربنا، ده اللي أنا بلقى بيه وجه ربي سبحانه وتعالى. أنت من زمان وأنت مندوه مش كده؟ من فوق الثلاثين سنة. الثلاثين سنة. وإيه حكاية البيت الزيناب اللي انت اشتريته وهبته؟ هقول لحضرتك. انت دخلك على قدك ومش من الممثلين اللي بياخدوا الملايين ويعني الحياة كلها كفاح، وكيل وزارة ده بياخد له 2000 جنيه ولا 3000 جنيه يعني. طبعا. طبعا. فازاي قدرت تشتري بيت وتوهبه بدل ما تغير حياتك بيه او تسعد الاولاد بيه؟ هقول لحضرتك. قول لي يا فندم. في عجاله كده، انا يتيم من الاب والام من زمان وانا صغير قوي. ايوه. وطول عمري شعور اليتم ده لم يفارقني لحظه. لغايه لما جاء الوقت وكان عندي محنه كده ورحت دخلت الفتنه السيده زينب وربنا كرمني وشفتها. شفتها وانا صاحي. وانا صاحي قهرا يا عيني. يعني في حاله خرجت
روحي كلها اتخطفت يعني، بقيت وانا اساسا من مواليد السيده زينب. الله. ولم يتغير ورقه من ورقي لغايه دلوقتي، وانا سايب حي السيده زينب بقالي اكثر من 40 سنه. بطاقتك لسه على هناك؟ كل حاجتي على هناك. المهم فضلت من هذه اللحظه يا خيري بيه لم يساورني احساس اليتم لحظه. يا الله. لحظه هي كانت كل حاجه بالنسبه لي. بركات الست. اب قاصد. وهي بقى اللي عرفتني بقى سيدنا النبي. كنت طبعا فنان يعني شويه مش ملتزم بتاع. خرجت من عندها لا بشرب حاجه ولا عايز حاجه ولا بتاع. وكل حياتي بقت موصوله بستنى السيده زينب، وبدات بقى اطلع على اسيادنا واعرف بقى حضره النبي عليه الصلاه والسلام، وودتني لشيخي وتربيت على ايد شيخ وفهمت الحكايه، لغايه لما في يوم في رؤيا استنى السيده زينب قالت لي البيت ده بيتي وانا هديهولك. انا مستغرب بيتي ازاي وهديهولي. المهم بعد 7 سنين تحققت الرؤيه. ازاي بقى؟ وكان البيت ده مقفول، كان ناس واخدينه من الاوائل. ايوه. يعني عاملينه ايجار بالاوائل. طبعا انا مش ملزم حد بالرؤيه، يعني طبعا ماليش علاقه، دي رؤيتي انا. فالمهم رحت خدت البيت، قصه كبيره جدا، وحصل بعد كده نزاع غريب على البيت، وناس ادعوا انه بيتهم وبتاع. وجاء نصرة السيدة زينب ونصرة الحق سبحانه وتعالى، وجاني تمكين من النائب العام. يا سلام. ورحت عملت استبدال للعقد بالأوقاف، والحمد لله بدأنا في إجراءاته قبل الثورة بتاعت يناير. أيوه. بعدين قامت ثورة يناير فالأوراق ضاعت، وفضلت قاعد مستني الفرج لغاية من 4 سنين نزلوا لجنه وكانوا بياخدوا الحاجات، فقالوا لا احنا عايزين نقنن الاوضاع، البيت هيتسحب. قلت لهم لا انا في عرض. طب البيت نغير العقد، ادفع الفلوس. دفعت الفلوس وغيروا لي العقد، بقيت انا المستفيد بحق الانتفاع من الاوقاف. الله. ومن اول ما خدته وانا حطيت يافطه اسمه البيت الزينبي. والبيت ده لا يذكر ولا يرفع فيه الا اسم المولى عز وجل، لا اله الا ولا يخرج فيه الا كل خير لوجه الله تعالى وبتسمعه. بتستضيفوا ناس فيه الموالد. اه. وبعدين هم ربك اللي بيرزق بقى يا خالي بيه. نعم. انا اساسا الزكاه حضرتك بنطلعها 10% و2.5% والحاجات دي. ايوه. انا عايش ب 2.5%. ما شاء الله. مع انك انت كنت تعبان، كان عندك ازمه صحيه قبل المولد على طول، ومع ذلك رحت. اه طبعا. اه يعني ما تقدرش تستنى ابدا يعني. لا 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 لا. في اشخاص لا لا. من الاسماء المعروفه بتشوفها في خدمه السيده زينب؟ النقيب كان عندي اشرف زكي. اه. اشرف كل سنه موجود. ايوه. واشرف صاحب عمر يعني وصديق عمر. وانا في مولد من الموالد كانوا مره كنت عامل خيمه كان قبل البيت. اه. فلقيت تليفون الله يرحمه يحسن اليه حبيبي استاذنا النجم الكبير عزة العلي. الله يرحمه الله يرحمه. وكان بيقول لي يا واد يا ياسر انا من السيده وانا من المحاسيب، واوعى تعمل حاجه وما تقوليش. لا في فنانين كتير يا فندم. وشكري سرحان رحمه الله عليه طبعا مع حفظ الالقاب. الله يرحمه. وفنانين كتير بيجوا لي، ومن السيده برضو من الحي. يعني الخير موجود، الخير الخير فيه وفي امتي الى يوم الدين. الى يوم الدين. نعم. بس انا عايز اقول لحضرتك السنه الجايه الليله الكبيره انا هكون عندك. يعني انا كنت بروح بس بقالي فتره ما روحتش لا لا ده شرف كبير. ربنا يكرمك ويخليك. لازم تيجي وتنورنا. ده يشرفنا. ونشرف بيك. ربنا يخليك يا استاذ ياسر. بشكر حضرتك جدا جدا، وكل سنه وحضرتك بخير وسعاده. ومعليك طيب، وكل الساده المشاهدين طيبين، ومصر كلها في امان ومحروسه في ستنا السيده زينب. كل سنه وحضرتك طيب. بشكرك جدا يا استاذ ياسر. ربنا يخليك.
اخيرا النهارده ذكرى الفنان الكبير، الذكرى 21 على رحيل الفنان علاء ولي الدين. هذا الطفل النقي ابو قلب كبير اللي من احباب آل البيت، اللي مات صغيرا يعني مات اقل من 40 سنه، بس كل اللي عرف هذا الرجل واسرته ووالده، كل الفنانين اللي انتم شايفينهم على الشاشه دول كانوا بيروحوا البيت عنده وياكلوا من ايد والدته. ورحل وائل، رحل علاء، لكن حتى هذه اللحظه علاء معانا. الصوره اللي فاتت دي بتاع شقيقه الاستاذ معتز ولي الدين المنتج المعروف، وهو يسير على خطى علاء النجم الكبير، يسير بالتواصل مع النجوم والشخصيات اللي كانت بتحبه حتى الآن. ما الذي تبقى من علاء غير السيرة الطيبة؟ أهلا وسهلا أستاذ معتز. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. أنا لسه جاي دلوقتي من صلاة العشاء من سيدة نفيسة. كمان يا عيني، يعني ده الليلة ليلة بركة خالص. الليلة ليلة بركة. الحمد لله على السلامة. سمعت حديث الأستاذ ياسر الجميل. طبعا. وعلاء كان كده. لكن احنا كلنا صوفيين يا ريس. صوفيين بمعنى اللي احنا بنحب اولياء الله الصالحين. اللي هو سيدنا نفيسه وسيده زينب، آل البيت كلهم والاحسان. نعم طبعا طبعا، شلها يا اهل البيت. بتعملوا ايه في الليله بتاع الذكرى يا معتز؟ والله احنا ذكرى علاء، انا النهارده زرته. وبعد كده طلعت على بعد صلاه العصر، صليت العصر في سيدنا الحسين، وبعد كده اتغديت في سيدنا الحسين وصليت المغرب، وبعد كده قلت اختم صلاه العشاء في سيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها. رضي الله عنها وارضاها. فعلاء كان معودني يا استاذ خيري، طبعا حضرتك تعلم وانت من احباب اولياء الله الصالحين، ربنا يكرمك. كان موعدني يعني معودني على الزيارات دي. ودي نقلا عن ابويا الله يرحمه وعن جدي، الله يرحمه. جدي الشيخ سيد علي ده كان شيخ في الازهر، قبل حضرتك. ومن محبين اولياء الله الصالحين، وكان قاعد جنب مقام السيده زينب في حته اسمها طولون. ايوه حبه في السيده زينب زي الاستاذ ياسر صادق كده. ايوه فعلاء عودني على حب اهل البيت، وده شيء جميل جدا، ولسه لغايه دلوقتي انا محتفظ بكل يوم قبل ما انام بالورد بتاع علاء بقوله. مش عايز اقول لك يا استاذ خيري، هذا الورد افادني قد ايه في حياتي، فتح لي حاجات كتيره في حياتي، فتح لي ابواب رزق، فالحمد لله. ما تقول لنا ايه الورد، ايه مفاتيح الورد بس عشان اللي حابب يمشي عليها ويقرا الفاتحه لعلاء. ربنا يخليك، هو ورد بعض من ايات القرانيه وبعض من الصلاه على النبي بطريقه معينه. ايوه واخد بالك، بس بتوصل اللي احنا بنصلي على النبي 1000 مره. ايوه انت واخد بال حضرتك. أيوه. وبعض من الايات الكريمه وبعض من الادعيه، فده ورد علاء كان كاتبه بخط ايده، واخد بال حضرتك. أيوه. كان نقله عن شيخ وهو محتفظ بيه في نطه في المذكرات، يعني في أيوة. في الورق بتاعه، وانا الورد ده يعني محافظ عليه ولغايه دلوقتي بقراه، بس انا حفظته الحمد لله. اكيد اكيد. بس محتفظ بيه لغايه دلوقتي بخط علي الله يرحمه. طب ابعته لي والنبي يا معتز. هبعته لك. اخوك مزنوق، ابعته لي في رساله بس. عيني تسلم عينيك، ربنا يخليك. انت حضرتك تؤمر يا استاذ. ربنا يخليك. مين من اصحاب علاء بيفتكروه بيكلموك في الوقت ده او بيبقوا؟ والله معظمهم بيكلموني طبعا وبيسالوا عليا، وهنيدي بقى ده اللي انا عارف. طبعا. الاخ الذي لم تلده امي، على طول دائم الاتصال ودائم السؤال عليا هو واسرته كلها صراحه يعني. نعم. فانت عارف هنيدي عشره عمر. طبعا طبعا. وهو علاء يعني بداوها جابوها من تحت زي ما بيقولوا، فدايما هنيدي متواصل معايا على طول. نتمنى يعني انا مش عايز بس اخص حد، كل الزملاء طبعا كتر خيرهم. طبعا. طيب خلينا ندعو الجميع اللي بيشوفونا يقروا الفاتحه على روح علاء ولي الدين ربنا يخليه ويدعوا له. وبشكرك جدا يا استاذ معتز، وتحياتي للاهل والاسره. وهسيبكم دلوقتي مع تقرير كليب كده عاملينه عن هذا النجم الضاحك اللي ما كنتش تملك امامه غير انك تحبه. لا يمكن تقدر تاخد موقف غير الحب، علاء ولي الدين. ثم نخرج الى فاصل، ومن بعد الفاصل
هنلتقي مع سيدة أعمال، آنسة أعمال، طفلة أعمال، غنية جدا وعاملة شغل رائع، وكبار رجال الأعمال كانوا بيتنافسوا على أنهم يشاركوها في مشروعها. عندها 16 سنة، علي عثمان. هتشوفوا نموذج يفرحكم، وهو تطبيق لكل ضيوفي اللي رجال الأعمال واللي بيديروا مؤسسات، بيقول لك إنك لازم أولادنا يبتدوا من سن بدري، وإن 15 ده بقى يعني يدوبك، وإن السنين اللي هتيجي بعد كده هي ضياع فرص. عليا عثمان هي نموذج لهذا النجاح، هتشوفوها معايا وهتشوفوا المعجزة والنجاح بتاعها بفكرتها، وإزاي بنوتة زي دي استطاعت إنها تتحدى وتعمل صناعة وتطور، وصديقة للبيئة، وكل الناس بتتمنى مش ولادها إن إحنا نبقى زيها. بعد الفصل. لطالما اعتدنا التعلم من الأكبر منا عمرا وخبرة، فماذا لو تعلمنا من أصغرنا وأكثرنا خبرة أيضا؟ ولما لا؟ وهي التي بدأت أول مشروع في حياتها وهي ابنة 13 من عمرها، بميزانية لم تتخطى 10,000 جنيه، تحركت نحو خطوات نجاحها الأولى بدعم والدها، ممولها الأول ورأس مالها الأهم في الحياة. عليا عثمان فاجأت المصريين بكونها أصغر متسابقة تبهر كل المستثمرين في برنامج شاركس، النسخة المصرية من البرنامج الأمريكي الأشهر لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة. بدأت في سن صغير بمشروع كبير تتهافت عليه مئات الشركات من دول العالم. قعدت أعمل ريسيرش مش طبيعي، قعدت about 2 months بعمل ريسيرش عشان ألاقي التركيبة اللي ممكن كاندل تستعمل كلوشن. It wasn't easy بس أنا بحسها selling point رهيبة، ف it was worth all the work. شموع يمكنك استخدامها عطر وكريم بعد ذوبانها، بعطور مختلفة وبمواد صديقة للبيئة. لم يكن مشروعها هو المشروع الذي خططت له كثيراً، إنما كان وليد صدفة مع والدتها، لكنها صدفة صنعت لنفسها بها حلم وقرار أن تصبح أصغر رائدة أعمال يذاع صيتها في كل العواصم. عليا عثمان الفتاة التي أبهرت الجميع بلباقتها وحسن أفكارها، فتمنوا أن يصبح أولادهم مثلها. هند صبري قالت إن يا ريت بنتي تطلع زيك، انبسطت قوي، حسيت إن أنا بجد فخورة بنفسي، يعني عملت حاجة كويسة. ما زال لديها الكثير لتثبت للعالم أن النجاح لا يعرف عمراً، حتى لو كانت في 16 وتدير شركة رأس مالها بالملايين. أهلاً وسهلاً بحضرتكم، أنا مبسوط جداً إن أنا قاعد معاها، مع عليا عثمان، مع البنوتة الصغيرة اللي بقت آنسة أعمال مش رائدات أعمال، اللي استطاعت في إنها تعمل حاجة مختلفة، إنها تدي أمل لناس كتير، إن لو أنت مش ناجح فدي مشكلتك، إنك تقدر تخلق لنفسك طريق وفرصة في وسط الضلمة، إنك تقدر تنجح لو أنت عايز تنجح. أكيد كان في أسباب ورا النجاح ده، ورا بنى شخصية طالبة في تانية ثانوي، يعني أنا قاعد معاه ابني الصغير في أولى ثانوي، فمتخيل وهي في سنه كنت عاملة كم مليون يا علي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. منورانا والحمد لله بالسلامة. أنت بتدرسي في لندن وجاية إجازة قصيرة. أيوة. فأنا سعيد إن إحنا عرفنا نخطفك. أنا أكتر. عندك كم مليون؟ لسه ما دخلناش في المليونات. ما دخلناش في المليونات. قربنا قربتي؟ أنا عايزك تحكي، أنا مش هسأل. أوكي. الفترة الأولى أنا عايزك تحكي للناس أنت إزاي قدرت تفكري في وقت يجب الإنسان بيبقى في السن ده لسه بيحدد مصيره، وهو من أولى ثانوي بيقول أنا هدرس في تانية إيه علشان أدخل جامعة إيه وحاجات كده، لكن أنت في هذا السن من قبل وأنت في أولى إعدادي بتفكري في الاستثمار، جاية منين؟ انا كنت طول عمري ليا شغف يعني الانتربرينورشيب، كان حتى وانا صغيره اي حاجه كنت بحبها كنت دايما بحاول اعمل بيزنس منها. انا بحب الفلوس، بحب يبقى عندي فلوس دايما.
فحتى لما كنت صغيره انا بحب قوي اطبخ، فعملت مثلا بزنس كب كيكس. لما كبرت شويه كان عندي بزنس جولري مع واحده صاحبتي. بزنس ايه التاني؟ جولري اكسسوارز. وبعد كده دخلت في الشمع ودي اللي ثبتت معايا. يعني قعدت تجربي؟ قعدت اجرب. انا بحس ان كل حد المفروض يجرب لحد ان يلاقي الحاجه اللي هو بيحبها. بس كان طول عمري بحب ان يعني ابقى عندي البزنس بتاعي. انا كنت واحده باصي جدا وانا صغيره، فلما كبرت حسيت ان انا عجباني الفكره. وانت كبرتي؟ 16 سنه كبرتي. فعجبتني الفكره ان انا ابقى الباص بتاعي، مش عايزه حد يقول لي اعمل ايه، انا اللي هقول لنفسي اعمل ايه. حبيتها الصراحه، حاجه لذيذه. هل انت بدات التعليم في بريطانيا؟ لا، انا رحت بريطانيا من 3 سنين. يعني انا بدات مشروعي في يناير 21 وسافرت بريطانيا في سبتمبر. كان صعب عشان اوبيسلي ان انت يعني تمانج البيزنس بتاعك. وانت بدات مشروع الشمع ده؟ كنت بدات مشروع الشمع ده، بداته في 21 وانا عندي 13. كان صعب ان انا مانجت، بس يعني you have to overcome any challenge يعني يجي لك. هل التعليم هناك مختلف؟ يعني هل ساعدك في المنطقه دي ولا لسه ما دخلناش التعليم؟ مش حاسه التعليم حاجه تفرق قوي يعني. يعني حاسه ان لو انسان ليه الشغف ان هو يعمل حاجه هيعملها بدون تعليم او حتى بتعليم. مش فارقه. مش فارقه. مش فارقه. طب ما جبت الثقافة دي منين؟ انت والدك بيشتغل ايه؟ انا والدي هو مهندس، بس هو طول عمره بيساعد السمول بيزنسز، ودايما كان بيقول لي انا واخويا نفتح بيزنس بتاعنا. يعني اخويا عمر عنده مشروع عصير، وانا دلوقتي عندي مشروع شمع. حاجتين. عنده مشروع عصير؟ عنده مشروع. عنده كم سنة؟ عمر عنده 20. 20 سنة يعني 20 لسه بيدرس في الجامعة. لسه في الجامعة. وعامل مشروع عصير في مصر. في مصر اسمه كينز، واحنا الاثنين بدانا يعني في نفس السنه. هو بدا بعدي، لازم اقول. أيوة. انا كنت اول واحده عشان تفهم. بس هو كان دايما بيقول لنا احنا الاثنين ان احنا نبدا واحنا صغيرين، عشان حتى لو يعني المشروع ما نجحش هيبقى برضو خبره في عندك في الحياه يعني. بس كانت الخبره دي ب 10000 جنيه يعني مش مبلغ كبير. لكن صح. دلوقتي اللي هيبتدي يقدر يبتدي ب 10000 جنيه يعني. It all depends على هتبدأ في إيه. بس يعني حتى لو مبلغ صغير لو بدأت take it step by step. لما خدت 10000 جنيه عملت بيهم إيه؟ رحت اشتريت إيه؟ رحت اشتريت شمعة ما كنتش عارفة لسه شمعة هستعمله. أي. ورحت اشتريت برطمانات، دلوقتي لما ببص عليهم شكلهم برطمانات مربى. ورحت اشتريت كام عطر، وقعدت اجرب في البيت. وبعد كده قعدت اتفرج على اليوتيوب فيديوز. دلوقتي انت ممكن تتعلم اي حاجه اونلاين. معقوله يعني ممكن من خلال اليوتيوب اتعلم صناعه واشتغلها؟ والله ما فيش حاجه ما ينفعش تتعمل دلوقتي ثرو لابتوب سكرين يعني. بس انت طورت في الصناعه. طورت. جبت الفكره منين انك تعملي الشمع لما يسيح وشمع يبقى صديق للبيئه ونستفيد من الشمع وهو سائل ويبقى سبراي ونستخدمه للوش وللجسم؟ انا قعدت اعمل ريسيرش كتير قوي لحد ما لقيته. يعني انا كنت عارفه ان انا لو هبدا بزنس مش عايزه بس ابدا بزنس، كنت عايزه حاجه تفيد الكوميونتي اللي احنا عايشين فيها. ولاحظت ان معظم الشمع اللي احنا بنجيبه كله مضر جدا لصحتنا. فليه نولعه؟ ده درستي ان الشمع ده مضر؟ من بالزبط. خلال برضو السوشيال ميديا كل والنت. سوشيال ميديا كله سوشيال ميديا كله. وبعد كده لما لاحظت ان هو مضر لصحتنا، انا مامتي بتحب الشمع قوي يعني، عندنا مثلا 10 شمعات في البيت. ف لاحظت كده، وبعد كده قعدت اقول لها انت بتجيبي الشمع من بره؟ قالت لي في مصر ريحته مش حلوه، عندهم بس روائح يعني بيسك قوي وبتاع ايه. فلما ابتديت اعمل ريسيرش لقيت ان ايه ده مش كويس لينا اصلا، هي ليه بتجيبه؟ وبعد كده قعدت اقرا بقى على الالترناتيفز اللي احنا ممكن نستعملها، فلقيت شمع الصويا ده، فحسيت ان هو هيبقى حاجه كويسه. ولقيت بقى التركيبه اللي ممكن تستعملها كلوشن، فقلت دي فكره جامده بس يعني. ماما او باب ماما بتشتغل؟ لا، مامتي مش بتشتغل، مامتي دكتوره بس مش بتشتغل دلوقتي. طيب مين اكتر حد اعترض وقال لك ركزي في المذاكره؟ محدش اعترض. هم لا ماما ولا بابا؟ لا طب هم... بابا بيدفعك كيف هم؟ ماما لا، هما الاثنين كانوا سبورتيف جدا. انا مامتي بس مش بتحب عشان بقلب لها البيت بس. دلوقتي خلاص احنا المفروض يعني هنصنع بقى بره البيت، مفيش بيت اني مور. بس هي كانت معترضه شويه عشان البيت كان دايما مقلوب، وعمر برضو كان بيحس البيت ريحته، كان بيقول قويه طبعا قوي. في اوضتك وقلبهم الدنيا بالظبط يعني. انت كنت بتعملي التجارب دي في لندن؟ لا، في مصر. كل حاجه في مصر. ما بتعمليش اي حاجه في لندن؟ في لندن لحد دلوقتي لا، يعني لسه بادئين الشهر اللي فات نبيع في لندن، بس لسه كل حاجه متصنعه في مصر.
بتبيعيها في لندن؟ طيب نصدر بقى. طب انت ازاي بتقدري تعملي كميات من ده؟ فانا كنت بشتغل لوحدي لحد بعد شارك تانك. بعد شارك تانك ما اعتقدش ان انا هعرف اشتغل لوحدي خلاص. احنا زي ما اكيد حضرتك عارف احنا بنتبرع بكميه من المبلغ من الفلوس 10% من كل سنه بالظبط لمؤسسه اهل مصر. اهل مصر عشان انا لما بدات البيزنس كنت عارفه ان لازم يبقى فيه حاجه زي ساد يعني حاجه للكوميونتي. وانا بحس ان السلوجن بتاعي هو ساد ليفز ميموري اللي هو كل حاجه بتفكرك بريحه معينه. يعني انا اصلا فكرت في السلوجن ده عشان وانا صغيره كان في برفيوم رشيتها اول يوم مدرسه ليا وشمتها من كام سنه وافتكرت يوم اول يوم مدرسه ليا فحسيت ان ده سلوجن بجد اكيوريت جدا. وبس في نفس الوقت مش دايما الميموري اللي اسوسييتد مع الريحه بتبقى لذيذه فلازم نفتكر الناس اللي تعرضوا للحروق وهم دلوقتي هيساعدوني ان انا اصنع الشمع بتاعي. النهارده اكشلي كنت في المؤسسه وقابلتهم هم ثلاثه هيشتغلوا معايا. استاذه مدام هبه السويدي. هبه السويدي شخصيه جميله قوي. فهم المفروض يصنعوا معايا ان شاء الله في المؤسسه. هبه هتصنعوا هناك في المؤسسه؟ يس. هي يعني هتشغلي من تعرض للحروق وبيتعالج انه يشتغل كمان بالظبط عشان هم يعني بيلاقوه صعب ان هم يلاقوا شغل عشان مش دايما الناس تبقى عايزاهم تشتغل معاهم. بس انا هم ناس زينا عادي. ادي وزيره قوى عامله. احنا قاعدين ندور على وزراء ونشتكي من الوزراء. تضامن اجتماعي اهو. عندنا وجه في مؤسسات الدوله دي. الناس اللي بتفهم واعتقد انهم يعني كتير دي تتبص عليها وتؤهل لان احنا عايزين العقليات دي فقدامها 5-6 سنين تبقى وزيره في العشرينيات. ايه المانع؟ ما عندها تجربه وهي عندها 13 سنه. الوزراء طلعوا وعندهم شركات او ما عندهمش. فازاي ما نصنعش ونحط حضانات حول جيل جديد اللي هيحكمونا لان العقليه دي هتفرق معانا والله. طيب وكملت ازاي؟ فهم المفروض هيبتدوا يصنعوا معايا. يعني انا بكره اكشلي هعمل لهم تريننج ان شاء الله. طب انت بتصنعي فين دلوقتي؟ في اهل مصر. هم مدياني اوض عندهم. هي مؤسسه كبيره بس قوي. انت خلاص انت دخل معاكي كبار رجال الاعمال في مصر. ما احنا انت معاكي الاستاذ ايمن عباس والاستاذ محمد فاروق والاستاذ احمد طارق دينا غبور. لا هند صبري معاكي. هند صبري لا مش معايا. هند صبري ان شاء الله براند امباسدور اللي جنب. بس انا ان شاء الله حتى لو فتحت مصنع يعني برضو عايزه اشغل مصابي الحروق دايما. يعني ان شاء الله هيبقوا شغالين معايا عشان عايز هم. ايوه بس المشروع ده الناس اللي دخلوا يضخوا معاكم ما ضخوا كام مليون؟ ضخوا لسه 500,000 لحد دلوقتي. ايوه لا بس انتم متفقين على مبلغ 500,000 الاجمالي اللي هيدخلوا بيه ده الاجمالي. بس هنشوف يمكن اكتر بقى. لا اكيد انت عايزه اكتر. انا عايزه اكتر. طيب انت كنت بتتكلمي ممكن تقولي لنا انت بتحتاجي ايه عشان تصنعي الشمعة دي؟ على فكره ريحتها يا جماعه تحفه. ريحتها حلوه جدا جدا جدا. فهي سهله. هي بس الشمع اللي انا بستعمله عليه التركيبه اللي انا ما ينفعش اقولها دلوقتي طبعا. على والعطر وبعد كده بتسيحه وبعد كده بتحط الفتله وبتحط عليه الشمع وبيجمد وبعد كده بتعمل بقى الباكجينج وكل حاجه سهله. بتصنعي ده فين؟ الكوبايه دي معموله في ايطاليا. في ايطاليا؟ اه. انت بتصنع لك مخصوص؟ صناعي مخصوص. بس احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نصنع الحاجات دي في مصر عشان عايزين البرودكت يبقى معمول 100% في مصر. فهنصنع ان شاء الله الشمع. اتكلمت مع حد بتاع ازاز او كده؟ بتكلم دلوقتي مع مصانع ازاز عشان انا اصلا كنت عايزه اعمل كده من زمان. بس المينيمم كوانتيتي اللي انا كنت ممكن اطلبها كانت 10,000 وفي الوقت ده ما كنتش محتاجه كل ده. بس دلوقتي محتاجه. دلوقتي محتاجه. طيب انا سمعتك بتتكلمي على انك عايزه تزرعي الفول الصويا. ايوه. ايه 500,000 ما يعملوش حاجة في اللي احنا بنتكلم فيه. ما تعرفش تشتري فدان أرض. فهتعملي ايه عشان تزرعي فول الصويا؟ هو انا مش يعني انا ممكن ازرع بس او ممكن يبقى عندك مزارعين. بالظبط مزارعين. فانا بعد الشو بعد شارك تانك في ناس كتيرة قوي تواصلت معايا وقالوا لي ان هم ممكن يساعدوني ان هم اصلا يعني مثلا العيله بتاعتهم بقالها بتزرع فول صويا ما اعرفش كام سنه قبل ما اتولد اصلا. ايوه. وان هم ممكن يساعدوني وكذا حد من جامعات هنا في مصر قالوا لي ان هم دلوقتي يعني بيذاكروا كيمستري في الجامعه وان هم ممكن يساعدوني في البروسيس ان انا اقلبه لشمل صويا. ف ان شاء الله 500,000 كافي. ايه شمع صويا؟ شمع صويا هو شمع معمول من فول صويا. هو يعني معمول بان انت بتحط الفول صويا في ماشين هي بتدوس على الفول وبتطلع الزيوت منه وبعد كده هو اخضر. بالظبط. آه. وبعد كده
طالع الزيت منه، وبعد كده الزيت ده بيتسخن لدرجة حرارة معينة عشان يطلع الساتوريتد فاتس اللي فيه، عشان بيبقى فيه بقى بويلنج بوينتس معينة لحد ما الواكس يوصل للفورم اللي انت عايزه. وكل جريد ليها ديفرنت بويلنج بوينتس وسبك شيت يعني. ف مش قادر افهم برضو يعني ازاي هتقدر تشتري ماشينز، انت عايزة مكان الاول اللي بيعصر وبعدين عايزة مكان اللي بيعمل عملية تسخين وتبخير، ده فلوس غير اللي هيزرعوا ارضه هتديهم فلوس عشان تشتري منهم طن الفول ده في الاخر وتشتغل عليه، محتاجة كم طن عشان تطلع انتاج قد ايه؟ هو انا ذكرت الموضوع وكان يعني مفروض الفلوس يعني الفلوس الصويا ده كان مذاكرة برضو، مذاكرة كل حاجة مذاكرة في العالم يعني، في حد عامل التجربة دي في العالم برضو؟ of course. فهو المفروض نص الفلوس هتبقى ان احنا نزرع فول صويا ويعني نستعمله في البروسس ده، ولو الفلوس ما كفتش دايما في البروفيت اللي انا بيجي لي ان ريانفست ات انتو البزنس عشان نكمل. ممكن زيادة راس المال وتشتغل، انتوا خلاص بقيتوا شركة. هم الشركة بكام في المية؟ 25%. انت خدت قرارك لوحدك فورا ساعة ما عرضوا عليكي؟ ما ساومتيش؟ ما قلتيش لا ال 500 قليلين على 25%؟ قبلت على طول يعني؟ قعدت تفكري وما طلعتيش شرطي حتى بابا وماما؟ لا انا بحب اقرر مع نفسي يعني في كل حاجه انا كده. وانا كنت عامله فالويشن صح للشركه، فما كنت عارفه ان انا مش هطلع عن 25%. كنت عارفه ان انا يعني انا اصلا كنت عارفه ان انا داخله ان هما بروبلي هيدوني مبلغ اكتر من اللي انا طالباه، عشان 300,000 جنيه يعني مش مبلغ كبير للحاجات اللي انا عايزه اعملها. فكنت عارفه ان هما هيدوني اكتر، بس كنت عارفه ان انا مش هطلع عن 25,000. انت كنت بتلعبي قلت 10% وانت عارفه انها هتوصل لكده. انت اللي اشتغلت صح. فلما سمعت 25 سمعت كده ايوه قولي اوكي. انبسطت. مش بالمبلغ بقدر ما انت بتشاركي ناس عندها القدره وعندها الرؤيه بالظبط. فور شور. الكونكشنز كل حاجه. ايوه انت عايزه مين كونكشن لمين؟ عايزه كونكشنز لسه عندها هوتيلز حوالين العالم، لناس ممكن تحطيني ان تاتش حتى مع اللوكال براندز الجامده، او هوبفلي ان انا افتح بره مصر ونبتدي تصدير بره مصر. انا من ساعه لما طلعت على البرنامج جالي يعني جالي ايميلز كتير فوق ال 20 بلد عايزين يفتحوا فروع جامبز او يبيعوا في البلاد دي. ف هوبفلي يعني نصدر. رديتي عليهم؟ برد طبعا. رديتي قلت لهم؟ قلت لهم ان لو عايزين يعني هنبتدي ان شاء الله نصدر بره مصر في شهر ابريل، ولو عايزين يعني يطلبوا اقل حاجه 1000 بيس. فالمفروض يعني نبتدي دلوقتي نتكلم معاهم في البرسنتجز وكده، ولو هناخد رويالتيز او اي حاجه، ولو في هيبقى في فرانشايز لجامبز. اتكلمتي مع اوتيلات هنا في مصر؟ مع مؤسسات تانية؟ اتكلمت مع هوتيل واحد، هو هوتيل صغير بوتيك هوتيل، كان عايز شمع لكل اوضه. فالمفروض اعمل له سيجنتشر سنت للهوتيل بتاعه، وهوبفلي يعني ان ذا فيوتشر نعمل له هوتيلز اكبر. ان شاء الله. طب هسمعك صوت واشوفك هتعرفيه الاول ولا لا. مساء الخير. مساء الخير استاذ خالد. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. ها ايه ده؟ لا ما عرفتوش. ما عرفتوش. ازيك يا علي؟ هاي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مش عارفاني برضو؟ ده بابي صح؟ هاي بابي. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ استاذ احمد عثمان والد عليا، اللي انا اهنيك على التربيه وعلى بنتك. ربنا يخليك يا فندم. هذا العقل الجميل المنير ده حاجه تسعدنا جدا، عشان نطمئن على مستقبل مصر اذا كنا احنا خبنا فعندنا امل فيهم يعني. والله يا استاذ خيري انا بقول لحضرتك يعني مستقبل مصر اكيد هيبقى هايل يعني، مش مساله عاليه لا، في الشباب وفي طاقه، وفي النهارده يعني دوله بتحاول تساعد الشباب الصغير والولاد انهم يعملوا حاجه. انا زمان لما حاولت ابدا مشروع كان اللي بسمعه من ابويا لا اذاكر لا مش وقته. أيوة. دلوقتي في اجهزه في الدوله، في كيانات، في انترنت فاتح على العالم كله ما كانش موجود زمان. فبالتالي كل ده بيساعد الناس انها تجرب، تفشل مره تفشل الثانيه هتنجح بعد كده، بس لازم نجرب. بس صبرك عاليه. صبرك ايوه. انا اسف اتفضل كمل. قصدي الجيل بتاع عليا ده هيبقى صعب قوي نلاقي فرص شغل لما يكبر، لان العالم كله بيتحول لعالم روبوتس وديجيتال وذكاء صناعي، فالدنيا هتبقى مش سهله بالنسبه لهم كلهم. انت ازاي حضرتك قدرت تربي عليا وعمر
على انهم يبقوا رجال اعمال يعني او سيدات اعمال، سيده ورجل او انسه ورجل، ازاي قدرت تزرع فيهم ده؟ بص حضرتك، هي الفكره الاساسيه ان يعني عمر وعليا هم من هم صغيرين عندهم الحريه ان هم يجربوا في حاجات ومحدش بيمنعهم، يعني جرب وغامر واعمل، سواء بقى في المدرسه في الشغل في البيزنس ده في الرياضه في اي حاجه، يعني في الاخر هم عندهم طاقه فبالتالي لازم نستغلها. لما جت وقت الكورونا وكنا كلنا محبوسين شويه في بيوتنا، كان عندي مشكله، المشكله كانت هيقعدوا في البيت يعملوا ايه؟ هيتخانقوا مع بعض؟ لا، يلا حاولوا تعملوا حاجه، ابداوا، هتبيعوا اونلاين، الناس بتشتري اونلاين، واحنا كنا كلنا وقت الكورونا ده قاعدين نشتري حاجات مالهاش لازمه اونلاين لان كنا بنسلي نفسنا بيها. فانا بس يعني شايف ان الاهالي او يعني حاولوا بس يحفزوا الاولاد ان جرب، يعني ما تزعلش انك هتخسر. يعني البدايه مثلا عاليه 10,000 جنيه ممكن يبان انه رقم قليل وفي ناس تشوفه رقم كبير، بس في الاخر كل مشروع هيحتاج قيمه صغيره ممكن تبقى 1000 جنيه حتى المشروع ابسط، تمام؟ بس هو التجربه وان احنا نديهم الشجاعه والجراءه انه يخش الحاجه، ده اللي بيخلي الدول اللي بره في امريكا واليابان واسيا وكل حته الناس تتقدم، لان هم بياخدوا المخاطره، وروح المخاطره دي احنا محتاجينها. لازم نزرعها في اولادنا. طب انت ليه حضرتك اخترت انك تقعد طالما عمر الحمد لله ناجح وعامل مشروع هنا كويس، وعليا بدأ مشروع كبير ممكن يتطور ويبقى كبير جدا وعالمي يعني ومصدر كويس، ففي الوقت اللي هم يجب يشتغلوا هنا وانا شايفها منتميه الى مصر جدا وبتقول المصنع لازم يبقى تصنيعه مصري، عندها دور مجتمعي انساني، فده بيعكس البيت ده ايه سواء حضرتك او والدتها، فانتوا ليه قعدت في لندن؟ ليه ما سبتهمش هنا؟ انا شخصيا انا شغلي هنا في مصر، انا رايح راجع بين مصر وانجلترا. أي. بس هو الفكره الاساسيه هي بس التعليم، يعني انا عايز اعلمهم قدر الامكان تعليم متطور ومختلف وجيد، وان شاء الله في المستقبل التعليم ده يكون موجود هنا في مصر عشان بعد كده الناس كلها تقدر تتعلم في مصر الكلام اللي احنا بنشوفه بره. والحاجه الثانيه برضو السفر والغربه بتعلم الناس يبقوا ناشفين شويه، يعني مش في دلع البيت، فعاليه شخصيتها اتغيرت واتكونت بشكل اقوى وهي مسافره، ونفس الحاجه اخوها عمر نفس الحاجه، الراجل يعني ما كان مختلف تماما، بس لما عاش لوحده وعاش في بيئه مختلفه الدلع اللي كان فيه جرب يعني ايه يقعد في اوضه ويبقى بالضبط. مسؤول عن اكله وشربه وحياته ويركب عجله وهو رايح الجامعه ويرجع بالظبط. فهي بتبني الشخصيه بشكل افضل من ان البنت او الولد يبقوا قاعدين جنب اهاليهم طول العمر. يعني انا بالعكس انا شايف دلوقتي ان احنا عندنا في مصر في جامعات بتفتح في مدن جديده زي الجلاله والعلمين، فبالتالي ممكن نبعت ولد على فكره يقعدوا فيها، مش لازم يقعدوا جنبنا في القاهره بالظبط، يعيشوا كده ويعتمدوا على نفسهم شويه بالظبط كده. انا احييك واهنئك على هذه التربيه وعلى الهديه اللي انت مديها لنا، ولسه عمر ليه طلعه ثانيه بقى ان شاء الله. متشكر جدا باذن الله، بشكرك جدا باشمهندس، مهندس احمد عثمان والد عاليا صاحبك. قوي بحبه قوي. بتحبيه قوي اكتر من ماما؟ اقرب؟ لا مش ماما، بلاش اكتر، نفس الحاجه. لا بلاش اكتر، هو اقرب لدماغك في التفكير او حاجات وحاجات. يعني بابي ناحيه البيزنس اكتر ومامي كعليا عاطفه وانسانيا بالظبط. احنا عندنا فاصل مش كده؟ نلغيه؟ اكون شاكر. طيب اوكي، حسيتي ايه لو احنا عايزين يعني بره الحكومات بيقعدوا مع الناس يسمعوهم، فالوزير بيقعد مع الطلاب علشان يسمعهم، رئيس الحي بيقعد مع اهل الحي عشان يسمعهم لانه بينتخب، كل شيء بالانتخاب، ايه اللي لاحظتيه في فرق التعليم حقيقي؟ انت درستي هنا شويه، ايه اللي اختلف؟ هل هو المضمون؟ هل هي التربية، الثقافة، الفكر، ايه اللي اختلف؟ حاسة ان هناك بيحاولوا يعلموكوا حاجات اكتر بكتير، يعني هنا بحس المدرسة بتعلمك ذاكر احفظ حل الامتحان، هناك يعني بيخلوك عندك سكيلز كتيرة قوي، يعني بتغني بتمثل يعني بتعمل كل حاجة. بعد المدرسة في كم افتر سكول اكتيفيتيز عشان تجرب حاجة جديدة حتى لو انت مش متأكد ان هي لايقة عليك، اتليست تجربها مش هيحصل لك حاجة يعني. فبحس ان دي حاجة مهمة قوي هناك. في المدرسة يعني بيركزوا قوي معاك، they're very personal teachers،
بيتاكدوا ان انتوا فاهمين بشكل شخصي لكل حد متواصل مع المدرس بالظبط، وبيحاولوا يعملوا بوند مع الستودنت. يعني انا لما عرفوا ان انا عندي المشروع ده هناك كانوا مبسوطين قوي، كانوا سبورتيف بشكل مش طبيعي، وكانوا مبسوطين قوي. حتى عملت توك للمدرسه عن الانتربرينور شيب وهم ازاي ممكن يطوروا يعني في نفسهم وكده. فلا كان يعني حاجة فظيعة بجد مختلفة. ده هنا ما كانش بيحصل معاك في المدرسة؟ ما كانوش يعرفوا. لا ما بشكل عام ما بيدوروش على فكرة انت عندك ايه. لا ما بيدوروش. طبعا مش كنت في مدرسة حكومة ولا مدرسة خاصة؟ لا خاصة. خاصة وبرضو ما بيدوروش، ما بياخدوا فلوس كتير، ليه ما بيدوروش؟ معرفش. امتى قلتي انا فشلت؟ انا فشلت ما اعتقدش عمري قلت الكلمة دي. حتى يعني حتى لو انا بحس في دماغي ان انا فشلت مش بحس كده كتير. يعني انا عامه بحاول لحد لما ما افشلش. يعني لازم تحاولي لحد ما تفشليش. حتى لو فشلتي عادي هتتعلمي من الفشل اللي انت خدتيه. بس انا مش بحب اقول كلمه فشلت دي. اتس نوت. يعني انا بحب اقول حاجات بوزيتيف لنفسي عشان ابقى كده عندي موتيفيشن ان انا اشتغل. لما دخلت المشروع ده وابتديت الفكرة، لأنك ابتديت وقلت لي أكتر من مشروع، اشتغلت تطريز واشتغلت كيك وبعدين اشتغلت شمع، ليه ما كملتيش في اللي سبقه؟ أقول الكب كيكس كنت صغيرة قوي، يعني كان عندي 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين. كنت بتبيع؟ كنت ببيع، بعت كام أوردر يعني. بس في الوقت ده كنت لسه صغيرة قوي قوي، يعني ما كانش ينفع يبقى عندي بيزنس في الوقت ده. وكنت لسه بتعلم يعني، ومامتي كانت هتقتلني، كنت يعني هبهدل المطبخ بشكل مش طبيعي. البريسلتس والاكسسوارز اللي كنت بعملها كنت هكمل، بس بعد كده انا وصاحبتي يعني كان في حاجه كنا هنستوردها من بره ومعرفناش نجيبها، ودي كانت اكتر حاجه مهمه في البيزنس بتاعنا. فيعني it didn't work out في الاخر، وبعد كده لقيت الشمع. فيعني كل حاجه بتحصل for a reason. امتى بتقررني ده يبقى مشروع؟ يعني قعدت تقري وتشوفي وكده، امتى قلتي ده بزنس كويس انا هكمل فيه؟ لما قريت ان الواكس اللي انا لقيته ده ممكن يستعمل كلوشن. كانت حاجه جديده عمري ما سمعت عنها، سيلينج بوينت. كنت عارفه بس دي التفاعلات كيماويه، كنت جربتيها ازاي؟ ده مش ده مفيش اي كيميكلز. ده كله ناتشرال، وكل السنس اللي احنا بنستعملها FDA approved. فجربته على نفسي واتاكدت من كل الحاجات اللي كنت بجيبها انه ممكن اتس يعني سيف سكن. وبعد كده ابتديت وقررت ان هو هيبقى مشروع. انا اصلا كنت عارفه ان انا عايزه ابدا مشروع، بدات الريسيرش عشان ابدا مشروع. مش الاول عملت ريسيرش بعد كده قررت ده هيبقى مشروع. يعني انت اخترت المشروع الاول وبناء عليه عملت السيرش. بالظبط. اصل كنت زهقانه قوي في وقت الكورونا. مش بعمل حاجه، قاعده في البيت و قاعده بتفرج على التي في يعني. فقلت انا اعمل حاجه مفيده يعني. انت عملت شركه؟ عملت شركة لسه مأسسها. كامبس. لسه مأسسها؟ كان في صعوبة في تأسيسها؟ ما كانش، لا يعني عادي زي أي شركة، بس هي مش باسمي عشان لسه تحت ال 21، باسم بابايا. لحد ما تم 21 فتكنيكلي أنا مش السي او أصلا. وإيه المانع إنها تبقى؟ ليه بنربطها بسن؟ مش عارفة، المفروض يغيروها. مفترض نغير ده. أنا شايفة عشان نتواكب ونشجع الشباب إنهم يشتغلوا ويعملوا مصانعهم ويعملوا أفكارهم. لو الناس اللي بتقرر القرارات دي يعني بيتفرجوا يا ريت تغيروها. طيب لما رحت تطلعي التراخيص كان سهل إن بقى عندك خلاص ما احتاجوش موافقة وزارة الصحة على المحتوى؟ لا لا، عشان كله هو فوق البشرة مش بيخش جوه يعني، فإتس فاين. تاخدي الموافقات منين؟ مش عارفه، وانا ما كانش ليا قوي في تاسيس الشركه عشان بابا اللي قبل. الامضه بتاعتي يعني دلوقتي ما جبتش حاجه. مع اني طلعت بطاقه في مصر. فما كانش ليا قوي في تاسيس الشركه، بس هم ما طلبوش حاجات يعني حاجات طبيعيه. وطلع الترخيص بسرعه. طلع. طب ده كويس، ده تغير مهم. احنا كان الترخيص ده عشان ترخص شركه كان بياخد وقت مش بسرعه قوي برضو، كان في يعني اسبوعين السيستم واقع. كان في اسبوعين السيستم واقع. عادي. نفسي افرح اقول كلام حلو مش عارف اكمله. ليه تصدميني؟ معلش. السيستم وقع اسبوعين. عادي هنعمل ايه؟ معلش، المهم انك بتشتغلي. قولي لي ايه اللحظات الصعبه اللي واجهتك وانت بتعملي ده قبل ما تروح الشركه تاني؟ اوكي، لحظات يعني كان خيالك محدود لحد فين؟ ووجودك مع رجال اعمال كبار زي اللي كانوا موجودين في شركه تاني، سواء كان الدينا غبور او احمد او
اوكي انا من الاساتذه طبعا انا اوبسلي اكتر تشالنج قابلته ان انا سافرت بره مصر ولسه البيزنس بتاعي موجود هنا، فكنت خايفه من رد فعلهم لما قلت لهم ان انا عايشه بره والبيزنس بتاعي هنا. بس يعني شرحت لهم ان انا باجي كل شهر ونص تقريبا عشان اتاكد ان جامبس شغال كويس، وهم كانوا مبسوطين. ده عندك بينوب عنك هنا مين؟ نعم بينوب عنك مين في متابعه الشغل؟ عندنا جنرال مانجر اسمها نهى، فيري هيلبفل، بتساعدنا في كل حاجه، بتروح كل الميتنجز اللي محتاجه تروحها وتمضي اي امضه محتاجه تمضي عليها يعني. يعني كنت خايفة من ادفع لهم بس كانوا عادي، they were very understanding يعني، وحاساهم احترموا ان انا باجي كل شهر ونص عشان اتاكد ان جامعة طبعا التكنولوجيا وانتوا على طول. أيوة. كل حاجة you can do through الاب بالظبط. انا دايما بقول لسه النهارده كنت بكلم مع التيم بتاع الانفستورز وكنت بقول لهم كل حاجة دلوقتي ممكن تتعمل اونلاين، ما فيش حاجة ما ينفعش تعمليها اونلاين. بالظبط. فأنا موجودة ومؤثرة من هناك. موجودة بالظبط. ليه كنت خايفة من الأستاذ أيمن عباس؟ ليه كنت قلقانة منه هو تحديدا؟ أيمن عباسي أنا دايما بتفرج على الحلقات والأستاذ أيمن عباس دايما بيسأل أسئلة very picky، لازم تبقي عارفة كل الquestions حفظهم، كل النمبرز بسوع كل حاجة، وهو بيبقى very يعني quick to decide هو هيخش في الشركة ولا مش هيخش في الشركة. وقعد يسألني أسئلة كتير قوي وبعد كده سكت شوية، فافتكرته مش هيخش بس بقى كده دخل في الآخر. فوجئت بيه إنه داخل ومتحمس. فوجئت جدا. بس أكتر حد كنت قلقانة منه. أكتر حد كنت قلقانة منه. لو عايزة تبيع المنتج ده على الهوا دلوقتي وأنا بساعدك أهو. أنا في برنامج وقناة كبيرة ومش هناخد منك فلوس إعلانات ولا حاجة، وبساعدك إنك تبيعي المنتج ده للمصريين. والكاميرا معاكي اهي، ممكن تكلمي الناس عشان انت اكيد عندك ماركتنج كويس قوي المفروض. انا لما شفتك واقفه قدامهم بالثقه دي فقلت ايه الجباره دي. فاللي قدرت تقنع من كبار رجال الاعمال في مصر الجمهور المستهلك هتقولي لهم ايه؟ اوكي لهم هاي معاليا، انا مؤسسه شركه جامبز، الشمعه دي صديقه للبيئه مش بتضر الحيوانات ونون توكسيك، كل الشمع بتاعنا ممكن تستعمله كمرطب للجلد بعد لما بيسيح. احنا عندنا فوق ال 80 عطر دلوقتي في جامبز، واحنا ممكن نساعدك في اي حاجه حضرتك عايزها او حضرتك عايزاها، اي اسئله. وحضرتك لو عايزه يعني تشمي سنس، احنا دلوقتي ما عندناش محل لسه بس عندنا كويز ممكن تساعد حضرتك او حضرتك تختار السنس بتاعتك المفضله، واحنا هنساعدك in any way possible، وان شاء الله يعجبك المنتج بتاعنا. لسه ما قلت لهمش ان احنا جزء من مشروعنا بنعمل ايه. واحنا جزء من مشروعنا بنتبرع ب 10 جنيه من كل شمعة بتتباع لمؤسسة أهل مصر. هم مؤسسة very very important أنا بحس، بيتبرعوا لمصابي الحروق وهم بيصنعوا الشمعة معانا، فدي حاجة مهمة. thank you ليهم إن هم بيساعدوني وأنا مبسوطة جدا. مبسوطة بيهم. مبسوطة بيهم قوي. مشغالة كام لغاية دلوقتي من أهل مصر؟ لحد دلوقتي 3 لسه بادئين وإن شاء الله يعني يبقى في بس. شمعة بتتكلف كام؟ وبتكسبي كام؟ الشمعة بتتكلف 40% من اللي احنا سعر الشمعة يعني كل واحدة غير دي مثلا شو قل حضرتك بقى عشان هدية. لا دي ب 450 فهي الكوست بتاعها بيبقى 40% والبروفيت 60. البروفيت 60. بروفيت 60. و40% بتشوف ان ده سعر كويس؟ ان شاء الله بالقياس للشمع اللي موجود في الاسواق وفي مصر بحس ان هو كويس. احنا معظم حاجاتنا من بره يعني الجوار معمول في ايطاليا، الشمع دلوقتي بنستورده من انجلترا، بس ان شاء الله لما نحاول كل الحاجات تبقى معموله هنا يعني السعر بتاعنا يقل عشان احنا عايزين كل حد يعرف يجرب شمع جامبز. بدا يطرح في محلات هنا في سوبر ماركت او هو دلوقتي في اوسانا فاميلي ويلنس في المعادي، والمفروض دلوقتي بنتكلم مع ستورز كتير ان هو يفتح فيهم. لكن لسه يعني انا لو عايز اشتري لازم اكلم الشركه، لازم اكلمكم وانتوا توصلوا لي بالظبط بتعملوا دليفري؟ بنعمل دليفري. ان شاء الله كمان شهرين ثلاثه هيبقى عندنا اول محل لينا ان شاء الله في مصر، فممكن تيجوا كلكم ونجرب السنس كلها. تعتقدي لو اتيحت لك وتوفرت كل الامكانيات تقدري تصدري بعد كام سنه؟ مش سنين، شهور. شهور شهور تقدري توفري كميات كبيره يعني تقدري
تطلعي بالالاف بره وتوزعي على البلاد العربيه والاوروبا. اصل انا دلوقتي انا كعليا لما كنت بعمل شمع كنت في 3 ساعات ممكن اشمع 200 شمعه. فمع التيم انا كعليا فمع مصابي الحروق ولو فتحنا بقى مصنع بتعلمه بسرعه بيبقى سهل قوي تتعلمها. ايوه هتبقى سهله. فاحنا ان شاء الله هنصدر ستارتنج ابريل ماي لان انتوا بتشتغلوا مانوال بالظبط كل شيء مانوال. لو شيء عندك مصنع واجهزه وبيعدي وتعبي هتفرق كتير قوي جدا. فان شاء الله نصدر ولاد كتير قوي وتجيب لنا دولارات ان شاء الله. هتطلعيها بره؟ لا لا ولا هنغيرها في سوق سودا ام الدنيا. مش هيبقى في سوق سودا. بتحب مصر؟ بحب مصر قوي قوي. ليه؟ يعني مصر البلد اللي انا مولوده فيها، عيلتي كلها عايشين هنا، متربيه هنا موست اوف حياتي. يعني انا بحب مصر، بحب كل حاجه فيها، بحب الناس اللي فيها لزاز بيضحكوا دمهم خفيف. هناك في انجلترا دمهم تقيل. هنا الناس كلها بحسها طيبه. وانا بحب مصر، انا دايما بقول كده، انا اصلا بحب مصر اكتر من انجلترا، جوها احلى وكل حاجه. ايه اكتر حاجه ما بتعجبكيش في مصر؟ في مصر اللي تتمني انها تتغير؟ اتمنى ان احنا يعني انا بحس ان احنا كبلد مش مهتمين قوي ان احنا نمبروف كبلد. احنا ثابتين وير وي ار دلوقتي. لازم يعني نتحرك نشتغل اكتر. شايفانا شعب كسول شويه؟ مش شعب كسول، ممكن يعني افراد كسوله. او مش لاقيين فرصه او محتاجين نفهم نعمل ايه بالظبط، والبلد محتاجه تحط ثقه اكتر في الجيل الجديد بتاعها. انت متابعه مشكله الدولار؟ متابعه. عندك تصور ليها؟ عندك جزء من الحل؟ عندك افكار؟ يعني I think personally يعني احنا دلوقتي مثلا بنحاول ان احنا نبروديوس شمع السويه ده في مصر. ايوه احنا المفروض نبروديوس كل حاجه في مصر، يعني احنا بدل من نستورد كم حاجات ما نعملهم هنا، سهل عندنا كل حاجه، وبدل من نقعد نستورد بالدولارات لو ابتدينا نعملها هنا وخلاص هنوفر ونكسبورت لبلاد ثانيه ونصدر لبلاد ثانيه. يعني احنا هنعمل دولار وهنوفر دولار في نفس الوقت. ايوه بالظبط. فيعني حصل ناجح في مشروعه عمر. عمر ان شاء الله المفروض يفتح فرع في الجونه. هو عنده فرع فين؟ هو كان عنده فرع في الساحل في الصيف. والمفروض يفتح فرع في الجونه، لسه ما عندوش فرع في القاهره، بينقي لسه هيفتح فين. بس ناجح. طب العصير بيصنعه فين؟ في البوت بتاعته بقى. بيعملها فريش قدام الناس. حلو. مختلف؟ مختلف. هو بيحاول ان يبقى يعني اهيلثي اسبكت لي، مش مثلا يعني الاكل بتاعه، يعني بيعمل مثلا ساندويتشز برضو في الجوس بار بتاعته، بيحاول ان كل حاجه تبقى هيلثي. وكل الجوسز بتاعته عشان معموله فريش قدام الكاستمر، مفيش حاجه يعني متخزنه او اي حاجه. وبيفوكس قوي ان هو يعمل جوسز مختلفه مش مكرره. يعني مش جوسز هتساعدي في المحل؟ انا بساعده. انا بعمل له كل السوشيال ميديا والماركتنج بجد. فلو شفتوا اي صور احنا اللي مصوروها. لا احنا انا لما بدات البيزنس بتاعي هو انا وعمر كنا بنتكلم في يوم، فقال لي طب عليا بصي انا هاخد 10% من جامبز. كان زمان قوي. وبعد كده قلت له اوكي، وقال لي انت هتاخدي 10%. كان لسه ما بداش كينز، قال لي انت هتاخدي 10% من اي فكره انا عندي في مخي. قلت له ماشي يا عمر. ومدينا ورقه كده في البيت. فبعد لما طلعت على شارك تانك وحصل الألوان ده، قال لي على فكره انا ليا 10%. قلت له انسى يعني. انسى رفضت يعني. بس بحاول اساعده يعني. بس هو بيحاول برضه، بيحب يعمل كل حاجه. كنت بتفكري فكره مطعم؟ كان نفسك تعملي مطعم؟ نفسي اعمل مطعم. لسه في دماغك؟ نفسي اعمل مطعم اسميه ماما جامبز. انا بحب قوي 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 اطبخ، واكلي حلو قوي بجد. قوي. احنا مش شمع بتاعي. طيب كويس. شمع يا ماما. سوري ماما. اوكي. فهوبفلي يعني ان شاء الله. بتعملي ايه كويس؟ ايه الاكل الكويس اللي بتعمليه؟ بعمل عيش حلو قوي. عيش؟ بتعملي ايه؟ بالدقيق ولا بالحمص ولا ايه؟ لا بالدقيق. بعمل عيش ايطاليان اسمه فوكاشيا، وبعمل لازانيا حلو قوي. انا بحب قوي الاكل الايطالي. فده معظم الحاجات اللي انا بطبخها يعني. بس بعرف برضو اعمل اكل مصري، بعمل كباب حله مثلا. فنفسي افتح ريستورانت بتاعي يبقى انترناشونال. لسه جزء من حلمك؟ فور شور. يعني جامبز هوبفلي مش هتبقى جامبز كاندلز، هيبقى جامبز وتحتيها بزنسز كتير قوي. كتير قوي. كتير.
انت طماعه قوي بس حقك لازم تطمعي. طيب انت بتخاطبي جيل ما حدش كان حاطه في الحسبان. كلنا قاعدين نفكر في رجال الاعمال ونساعد المشروعات المتوسطه والصغيره، قاعدين نتكلم في حاجات كده، بس ما حدش ابدا فكر انه يخاطب الاولاد اللي هنقول عليهم بقوا شباب، لان الطفل دلوقتي اللي عنده 10 سنين بيتجاوز اللي عنده 20 سنه من زماننا بحكم التكنولوجيا وحكم الاطلاع وانفتاح العالم، المساله بقت مختلفه. لو قلت لي كلميهم، لو قلنا عايزين نستفيد من الاولاد الصغيرين دول علشان كل واحد فيهم وهو قاعد يبقى عنده هامش للمذاكره، لازم ولا مش لازم؟ لا لازم. لازم؟ مدرسه حاجه مهمه. الدراسة حاجة مهمة. في ايه؟ ما انت قلت لي من شوية انها مش فارقة معاها. مش فارقة لو انت عايز تفتح بزنس، بس فارقة في التعليم. انت تبقى مثقف وعارف انت عايز تعمل ايه. يعني انا حتى بعد ما خلص مدرسة مش هفوكس بس على جامبز، انا عايز اروح الجامعة واكمل تعليمي عشان اعرف اكبر جامبز اكتر واجيب دولارات اكتر لمصر. عايزة تدرسي ايه؟ عايزة يا اما ادرس عمارة او كيمستري، مش متأكدة لسه. عمارة عشان انا بحب الرسم والماتس قوي، بس كيمستري هتساعدني اكتر في جامبز. فلسه هنشوف، مش متأكدة. لسه هتشوفي. لكن لو قلنا ان اي حد جاهز من سن كام يقدر يبتدي؟ اي سن يعني؟ ممكن 7 سنين صغير شوية، ممكن انا هقول من سن 10 سنين يبقى عندك اتليست الخبرة، ويعني ان انت تعرف تفتح بيزنس. بس ممكن تتعلم كل حاجة اونلاين. لا انا مش عايز الصياغة كده، انا عايزك تنسيني خالص واسلمك الكاميرا بتاعتك. أوكي. وتخيل ان الفيديو ده ان ما شافوهوش في التلفزيون ونايمين حبايبي اللي هيبقوا رجال اعمال هيتفرجوا على ايه. فعايزك تقول لهم خطوة خطوة. انا ولد مش في دماغي اي حاجه غير اللعب، وقاعد ماسك الايباد بتاعي او الموبايل وشغال. أوكي. فعايز اقول له غير الاتجاه واعمل 1 2 3 4 5. ازاي اعرف ان عندي حاجه؟ اختبر نفسي ازاي؟ أوكي. ازاي ابتدي اجرب والعب؟ وبعدين كلمي الاباء وقول له اعمل كذا لابنك علشان يبقى زي علي. اوكي. هاي رجال اعمال. اوكي. انا I'd say اول حاجه لقوا حاجه مختلفه. طلع عملت بيزنس معمول اوريدي، اللي بيخليك غير اي حد تاني موجود. فلاقي الاول حاجه مختلفه، بعد كده ابتدي اعمل ريسيرش كل حاجه موجوده على التليفون، او حتى اسال ناس عندها يعني في المجال ده ثقافه، يعني في المجال ده اسالهم اعرف هم رايهم ايه، وحاول تفكر في اختراع جديد ما اتعملش قبل كده. بعد كده اتكلم مع مامتك وباباك. مامتك وباباك اسمعوني ثانيه، بي فيري سبورتيف، ما تقولهمش لا ركزوا في المدرسه. ماشي المدرسه مهمه، بس برضو ان يبقى عندك بزنس ده حاجه مهمه برضو. يعني ان حتى يبقى عندك التايم مانجمنت سكيلز، انت تعرف توضب وقتك بشكل كويس، ده حاجه مهمه جدا وهتبقى محتاجها لما تكبر. فركز في دي، وبعد كده لما تبتدي تجرب انزل اتكلم مع ناس يعني ممكن يساعدوك، وحاول تعرف ايه اللي انت محتاجه عشان تكمل في البيزنس بتاعك، وبعد كده خدها خطوه خطوه يعني، وايفنتشلي هتوصل لحاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. انا فخور بيكي. ولو يعني انا زي بابا فانا فخور بيكي جدا، وبتدينا طاقه امل، وبنطمئن ان مصر مش هتبقى في الحال ده كتير، وان مصر هتتغير باهتمامنا بهذا الجيل، واننا ندي فرصه بجد. والفرصة مش من الحكومة بس، ده من البيت، من الأب والأم، من الإخوات اللي بيساعدوا بعض وبيكرهوا حق بعض وتقولوا 10% لأ بعد ما المشروع نجح. فلازم تبقى بتحب نفسك وبتحب مشروعك وتدافع عنه، وهتلاقي الإيدين بتتمد ليك. صح؟ صح. عليا كانت بتبتدي وعلى الصغير، شافت فرصة في شارك تانك راحت ونجحت، وبعديها راحة في حتة تانية هنجري وراها، وبعد كده هنكلم السكرتاري عشان نقابلها. بس انا اتمنى انك تعملي بدل المشروع 10، واتمنى ان كلهم يقربوا من مصر ويحبوها زيك، لان اللي في مصر، اللي الدفى الانسان اللي في مصر، الجو اللي في مصر، محتاجين شويه قوانين وشويه تسهيلات وشويه عقول شابه قاعده على الكراسي، عشان الشاب هيبقى قريب من الجيل ده وهيقدر يديله فرصه. صح الكلام؟ صح. نورتيني ومسي على دي جدا جدا، هفرح بيها ومش هستخدمها لحد ما اشتري واحده بنفسي املى بيتي من الشمع بتاعك، وخاصه ان هيتحول للوشن بعد كده فهيبقى كريم لطيف.
علي عثمان بتمنى لك التوفيق وهنفضل نتابع شغلك لحد ما تبقي نبقى فخورين قوي باللي انت بتعمله. ميرسي شكرا. بشكركم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. حلقه انتهت نهايه مبهجه بصراحه. ساعدتنا انا الروح الشاب الشباب يا جماعه الشباب هو النجاح حلو. بكره حلقه جديده من مع خيري. مصر بخير طول ما انتم بخير. تصبحوا على خير.